يا صباح الفل على حضراتكم، يا رب يوم سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. ان شاء الله حلقه جديده من بي اون تايم على اون تايم سبورتس. النهارده اخبار كتيره، النهارده مباريات كتيره، النهارده كمان ضيوف اعزاء هيكونوا موجودين معانا في هذه الحلقه. ان شاء الله حلقه تعجب حضراتكم، هيكون فيها كل شيء ان شاء الله مستنيينه، سواء محليا او بالتاكيد اوروبيا، واللي بيحصل في بطوله اليورو اشياء عظيمه بتحصل في بطوله اليورو، المباريات كلها حلوه، حتى لو بعض المباريات تبدو مملة بس فيها كورة وفيها تكتيك وفيها أمور فنية محترمة جدا، والصورة بشكل عام محترمة جدا في اليورو، والدنيا بتسخن. والنهاردة عندنا مباراة في منتهى القوة، مباراة فرنسا وألمانيا، دي اللي بيتقال عليها حرفيا نهائي مبكر لكأس الأمم الأوروبية. بس قبل كل ده، في البداية لازم ننعي الأستاذ عصام شوبير شقيق الكابتن الكبير، كابتن أحمد شوبير، توفى أمس. يا رب نتمنى له الجنة، نتمنى الصبر لأهله، نتمنى إن شاء الله يكون في مكان أحسن، ربنا أكيد رحمه وأكيد خده في مكان أحسن مليون مرة من المكان اللي احنا فيه. عزائنا الكامل للكابتن الكبير كابتن أحمد شوبير، وأيضا لأسرته، إن شاء الله الأمور تعدي في خير وتبقى الأمور بإذن الله ماشية كويس على أسرته. بالنسبة له الجنة بإذن الله تكون مكانه، بإذن الله يكون موجود في الجنة، هو ده اللي بنتمناه، هو ده اللي إن شاء الله يحصل الأيام اللي جاية. خبر حزين بصراحة، كل الناس امبارح كانت حزينة، كل الناس امبارح كانت متضايقة. النهاردة الجنازة هتكون بعد صلاة الظهر، وكمان العزاء هيكون في نادي طنطا بعد صلاة المغرب، إن شاء الله في الجنة بإذن الله. طيب مباراتنا او مبارياتنا اليوم، تعالوا نروح للدوري المصري بدايه، وبعد كده نخش الكاس الامم الاوروبيه، هقول لكم اللي هيحصل فيه ايه. في السابعه مساء الانتاج الحربي هيواجه طلائع الجيش، وفي السابعه مساء ايضا مباراه قويه جدا تجمع بيراميدز وسموحه. بيراميدز طبعا بالتشكيله القويه الرائعه والاداء الجيد في الفترات الاخيره، وسموحه اللي ما خسرش غير مباراتين، اللي ماشي بشكل رائع جدا مع الكابتن احمد سامي المدير الفني للفريق، عشان كده دي هتبقى مواجهه تحديدا مواجهه حلوه جدا. في بطولة الأمم الأوروبية، كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، في السادسة مساء مباراة تجمع المجر والبرتغال، والمواجهة دي صعبة جدا، المجر هيبقى الاستاد مليان، والبرتغال تشكيلة رائعة رائعة من اللاعبين، تشكيلة هجومية مش طبيعية، بتتكلم في كريستيانو رونالدو، بتتكلم فيليكس، بتتكلم في برونو فرنانديز، بتتكلم في برناندو سيلفا، بتتكلم في تشكيلة مدهشة، ودياز طبعا في خط الدفاع. مباراة في التاسعة مساء تجمع فرنسا وألمانيا، زي ما قلت لكم هي مباراة نهائي مبكر، تشكيلتين في منتهى القوة، تشكيلتين في منتهى الروعة. فرنسا وألمانيا أصلا هم أكثر منتخبين مرشحين للفوز بهذه البطولة، فالموضوع النهاردة ممتع، الموضوع النهاردة فيه كرة حلوة سواء محليا أو أوروبيا، النهاردة يومكم في الكرة يوم حلو أكيد. طيب النهاردة من شوية، من ساعة أو من ساعتين، إريكسن الواقعة الشهيرة لاعب الدنمارك وهو بيقع متأثرا بأزمة قلبية، وجه رسالة للجماهير صباح اليوم. عايز أقول لكم رسالة إريكسن المؤثرة جدا النهاردة كان بيقول فيها إيه. قال: شكرا جزيلا على تحياتكم ورسائلكم الجميلة والمذهلة من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي، أنا بخير في ظل هذه الظروف، لا يزال يتعين علي الخضوع لبعض الفحوصات في المستشفى، لكني أشعر أنني بخير. الآن سأشجع زملائي في فريق الدنمارك في المباريات القادمة. الدنمارك انتوا عارفين كان خسر في هذه المباراة الأزمة، خسر من فنلندا في المباراة الأولى بهدف دون رد. الصورة عظيمة والصورة رائعة، المشهد ده حقيقي بتاع إريكسن، هز العالم كله بدون استثناء، مفيش حد ما تأثرش، اللي كان بيتفرج على المباراة تحديدا مباشرة حس بأزمة وكارثة. يعني أنا بتفرج على المباراة والله جسمي اتنفض، والله يعني طبعا مش أنا لوحدي، كل الناس اللي بكى واللي عيط واللي اتخض، فكرة إنه يبقى لاعب كورة بيتحرك ويقع فجأة بالطريقة دي، تخض قوي كمان قدام العالم كله، الموضوع كان صعب جدا. خدوا بالكوا، لو سألتوا أطباء، وأنا عملت كده، سألت بعض أطباء القلب وليهم آراء مختلفة في هذا الأمر، قالوا انه غالبا اللي عند إريكسن دي حاجه هتبقى تطلع وراثيه، تضخم في عضلات القلب بتحصل فجاه، يعني مش عايز اقول كلام فيه تفسير طبي او خلافه، بس اللي انا فهمته انه بما انه حاجه وراثيه فده وارد انه يتكرر تاني، عشان كده من الصعب ان إريكسن يلعب كوره تاني، وده اللي قالوا اطباء إريكسن سواء
في الدنمارك او بشكل عام انه صعب إريكسن يرجع يلعب كره تاني. لسه بيجري في حصات، لسه بيشوفوا حالته عامله ازاي، بس ممكن تبقى في صعوبه انه ياخدوا مخاطره تاني وينزلوه ملعب ويجري وخلافه. اعتقد الله اعلم، انا برضو بنقل ما بسمعه من اطباء سواء في مصر او الاطباء اللي بيشرفوا على علاج إريكسن، هو ده الوضع بالنسبه له، في صعوبه انه يرجع يلعب كوره تاني. شاهدنا النهارده لحضراتكم على السوشيال ميديا توقعاتكم لمواجهه فرنسا والمانيا في يورو 2020. يلا توقعوا توقعات جامده وصعبه، عشان اي حد النهارده بيتوقع توقعه 100% ملوش يعني سوى الخيال، هي مباراه خارج التوقعات. بس انت سهل تحط ايه، فرنسا تكسب 2-1، تعال نشوف، نلعب المانيا تكسب 1-0، المباراه تخلص 3-0 المنتخب وتبقى مفاجاه، يعني شوف اللي تقدر تعمله او تكتبه. بس في كل الاحوال مواجهه اليوم مستحيل حد يقدر يجزم مين حتى اللي يكسب، حتى لو فرنسا هي بطلة العالم ومعها تشكيلة أفضل، بس ألمانيا كمان رائعة وعندها تشكيلة ممتازة، في المواجهة النهاردة صعبة في كل الأحوال. عايز أتكلم معاكم في نقطة بسرعة قبل ما أخش على أخباري تخص المنتخب الأولمبي. الكلام على لاعبي النادي الأهلي هيخشوا المنتخب الأولمبي ويلحقوا لا لو وصلوا نهائي دوري أبطال أفريقيا. أنا بقول لكم وأجيب لكم من الآخر شوية تفاصيل من الآخر عشان ما تقدروش تسمعوا كلام متلخبط. كابتن شوقي غريب عامل حسابه وفاهم موضوع لاعبي الاهلي دي من بدري من بدري. خدوا بالكم في المباراتين الوديتين تحديدا المباراه الاولى امام جنوب افريقيا، كابتن شوقي غريب تعمد عدم اشراك اكتر عدد ممكن من لاعبي النادي الاهلي، تعمد عشان يبدا يشوف عناصر اخرى. يعني الراجل مجهز البديل وعارف ان ممكن لاعبي النادي الاهلي ما يبقاش موجودين معاه في الاولمبياد، طبعا هتبقى مشكله وطبعا هتبقى حاجه فنيه صعبه للكابتن شوقي غريب، بس الكابتن شوقي غريب بيشتغل كويس وعارف الكلام ده من بدري، مش اليومين دول اللي الموضوع اثير فيه في الاعلام. ده واحد. اتنين، موضوع محمد صلاح حقيقي صعب يوصل او صعب يشارك مع المنتخب المصري في الاولمبياد، صعب. انا بقول لكم اهو الكابتن شوقي غريب برضو عارف هذا الامر وفاهم كويس انه في صعوبه، عشان صلاح بعدها بشويه هيشارك في كاس الامم الافريقيه للكبار، فصعب ليفربول يسيب اللاعب في البطولتين سواء في الاولمبياد او في كاس الامم، وبالتاكيد منتخب مصر الاول هو الاولى لمحمد صلاح، وبالتالي الامور ممكن تبقى صعبه لمحمد صلاح. طيب هل الكابتن شوقي غريب مجهز بدائل؟ مجهز بدائل. طيب مين بقى من اللعيبه الكبيره اللي ممكن تكون الامور بالنسبه له محسومه؟ حجازي خلاص رسمي، وانا بقول لك اهو رسمي مع منتخب مصر في الاولمبياد. حجازي رسمي مع منتخب مصر في الاولمبياد. كابتن شوقي غريب واخد موافقه حجازي، كابتن شوقي غريب واخد موافقه نادي اتحاد جده، والامور بالنسبه لحجازي واضحه واكيده، حجازي موجود مع منتخبنا الاولمبي في الاولمبياد. طيب محمد الشناوي اموره زي امور لاعبي النادي الاهلي الشباب او الاولمبيين، هيبقى عنده صعوبه لو الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، فبرضه بيجهز لبدائل. ايه هي البدائل؟ البدائل انه يعتمد على الحراس اللي موجودين، سواء بقى جاد صبحي كل اللي موجودين هيعتمد على واحد فيهم. طيب ايه الخطوط اللي بيفكر فيها كابتن شوقي غريب انه يدعمها؟ وسط الملعب الدفاعي. وسط الملعب الدفاعي من الخطوط اللي الكابتن شوقي غريب بيفكر فيها. كان من كام يوم كان لمباراه للمنتخب الاولمبي مع منتخب جنوب افريقيا، كنت موجود في الاستوديو التحليلي، الكابتن محمد عمر اقترح عمرو السوليه والكابتن عماد متعب اقترح عمرو السوليه. عمرو السوليه مش من الاسماء اللي الكابتن شوقي غريب بعتها من الاسماء الكبيره اللي ممكن تبقى موجوده مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، وبالتالي عمرو السوليه مستبعد مش موجود. ليس لعدم اقتناع فني، ولكن لان اسمه ما كانش من الاسماء الموجوده من فتره اللي بعتها الكابتن شوقي غريب من الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده في المنتخب. عمرو السوليه مش هيبقى موجود مع المنتخب الاولمبي. الشناوي موقفه زي موقف لاعبي المنتخب الاولمبي، لو الاهلي وصل للنهائي فمش هيبقى موجود في الاولمبياد. حجازي موجود مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد. صلاح موقفه صعب جدا ويكاد يكون مستحيل في المشاركه مع منتخبنا الاولمبي في الاولمبياد. ده الملخص فيما يخص قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 الشهر القادم إن شاء الله. تعالوا نروح ليه أخبار النادي الأهلي، وتعالوا نبدأ من خبر سفيان رحيم. سفيان رحيم أنتوا عارفين الأهلي كتير كان بيحاول يضمه، الأهلي توقف عرضه لنادي الرجاء عن 3 ملايين دولار، ونادي الرجاء عايز 4 مليون دولار للاستغناء على اللاعب. ده الموقف الحالي بالنسبة لسفيان رحيم. طيب قلت لكم القصه بتاعت المنتخب الاولمبي والنادي الاهلي، والنادي الاهلي ومشاركه بعض لاعبيه مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد. كان في كلام ان الاهلي هيرفض قصه الشناوي وهيرفض بعض اللاعبين. الاهلي مش هيرفض اي حد يخش المنتخب الاولمبي لو الظروف
تسمح لده. لو الظروف ما تسمحش والاهلي بيشارك في نهائي دوري الابطال هتبقى الامور بالتاكيد صعبه. الاهلي ان شاء الله هيطير لتونس في الرابعه عصرا ان شاء الله لمواجهه الترجي باذن الله. الاهلي يكون قادر على الفوز في مباراه الذهاب ومباراه العوده. موسيماني مدرب ذكي جدا في المباريات الكبيره، تحديدا في المباريات الكبيره. ما تقلقش على موسيماني وما تقلقش على تشكيله النادي الاهلي. الترجي خصم صعب وعنيد والامور ثقيله جدا. تعالوا نروح ليه اخبار نادي الزمالك. انا بحاول اجري مع حضراتكم النهارده، زي ما قلت لكم النهارده الحلقه مليانه ضيوف كبار ومهمين هتستمتعوا بيهم ان شاء الله. في اخبار الزمالك، شيكابالا وحازم امام خلاص بقوا جاهزين للمشاركه في المباراه، تعافى اللاعبان من الاصابه وان شاء الله هيكونوا موجودين في مباريات الزمالك في الفتره اللي جايه. والجهاز المعاون مع كارتيرون اتفقوا خلاص او اقتنعوا خلاص انه سيف الدين الجزيري لازم يبقى موجود في تشكيله الفريق في الموسم الجديد، وبالتالي هم ابلغوا الاداره بهذا الامر ويقدروا يفعلوا التعاقد مع سيف الدين الجزيري مقابل 12 مليون جنيه للمقاولون العرب. مروان حمدي ممكن يدخل في صفقه تبادليه للزمالك الموسم ده. مروان حمدي مش مقتنع بيه كارتيرون قوي، وبالتالي مروان ممكن يخش في اي صفقه تبادليه للاعب الزمالك ممكن يبقى محتاجه في الفتره اللي جايه. طيب فرجاني ساسي موقفه انتوا عارفينه، انه فرجاني كان الزمالك بيتكلم على انه عقده لنهايه الموسم وفرجاني مشي بعد 30/6. نادي الزمالك شايف انه القيد في قطر بيخلص شهر 9، وبالتالي احنا كمان كان من حقنا نخلي فرجاني موجود معانا لنهايه الموسم. فالزمالك بيحاول يتحرك في الامر ده. انا في رايي، وهسال ضيف اللي هيبقى معانا بعد اللحظات في هذا الامر، انا في رايي موضوع فرجاني ساسي ده يتقفل خلاص. يعني خلاص الراجل ادى كتير لنادي الزمالك بشكل رائع جدا، والزمالك اداله اكتر بكتير كمان من اللي يحلم بيه. فالامور تفضل العلاقه بين الاثنين علاقه جيده، خاصه انه الجماهير بتعشق فرجاني ساسي، وبالتاكيد جماهير الزمالك قبل ما بتعشق فرجاني ساسي فهي بتعشق نادي الزمالك. فرايي الشخصي، وطبعا نادي الزمالك هو حر في هذا الامر، يتقفل هذا الموضوع تماما، ويفكر بس نادي الزمالك في مين البديل لفرجاني ساسي في الفتره اللي جايه. تعالوا نسال احسن وأراءه دايما اراء عظيمه ورائعه في هذا الامر، النجم الكبير كابتن امير عزمي مجاهد. كابتن امير صباح الفل عليك. صباح الفل يا كريم يا حبيبي، مشرفني ومنورني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا اللي متشرف والله. طيب انا قبل ما اخش معاك في مواضيع كتيره، كنت واخد اخر خبر لفرجاني ساسي، وانه نادي الزمالك بيتكلم على فكره انه عقد فرجاني ساسي كان المفروض لنهايه الموسم مش ل 30/6. وانا قلت قبل ما انت تدخل، وقلت برضو انت رايك هيكون احسن واهم، انه موضوع فرجاني ساسي ده المفروض يتقفل وخلاص على كده. رايك ايه؟ يعني انا شايف الموضوع كريم زي ما انت بتتكلم، يعني الموضوع خلاص، يعني هو كده كده لو احنا شفنا اللعيب خلاص ممكن يكون اتفق مع نادي تاني. بتمنى لأي علاقة بين لعيب ونادي انتهت العلاقة تنتهي بكويس. يعني فرجاني ساسي من اللعيبة اللي أدت بشكل جيد في نادي الزمالك، لعيب بالنسبة لجمهور نادي الزمالك محبوب. ممكن هو يكون شق طريقه خلاص، اختار اللي هو يلعب في نادي تاني أو جاله عرض، فما فيش مشكلة. لكن حتة اللي أنت النهاردة العقد يخلص في 30/6 ويخلص يبقى ليه امتداد في شهر 9، يعني أنا شايف الموضوع مش مستاهل. يعني خلاص أنت كده كده هو متفق مع نادي تاني. بالعكس، انا ممكن الفتره الجايه ابدا اجهز حد في المكان ده، اللي انت برضو هتبقى داخل على ماتشات افريقيا، هتبقى داخل على كاس مصر، هتبقى داخل على بطولات تانية. والله لو في امكانيه اللي هو يلعب معاك الفتره دي اوكي، ما فيش امكانيه يبقى العلاقه بتنتهي بكل ود وبكل وبشكل كويس وخلاص. لكن في الاول والاخر اللي انا عايز اقوله، اللي فرجاني ساسي لعيب محترم ادى بشكل جيد في نادي الزمالك، الموضوع عرض وطلب. انا شايف ان الموضوع يعني في اخر اسبوعين الموضوع ما كانش فيه على الساحه غير موضوع فرجاني ساسي فرجاني ساسي. عادي، في وارد اللعيب بيمشي لعيب بيكمل، لكن انا شايف الاعلام بيتناول الموضوع ده يعني بقى ماده كبيره قوي الفتره دي، يعني كتير. انت فاهمني؟ يعني خلي بالك في ناس بدات تزهق من القصه دي. يعني انت انا ناقص افتح اقول لك الثلاجه موضوع فرجاني ساسي. خلاص يعني خلاص، هو مش اول لعيب يمشي ومش اخر لعيب هيجي نادي الزمالك. لكن انا عايز اقول كابتن ثقافة. كابتن امير الثقافه اللي هي الاحترام المتبادل كابتن امير، انا اصلا ده كان سؤالي ليك اللي جاي. وبصراحه ما اكذبش عليك، انا دايما عارف ان انت اراءك ذكيه واراءك محترمه وفيها كمان تطور كبير جدا، بس في قصه الاعلام تحديدا، وانا شفت تصريحاتك في هذا الامر تمام، في قصه الاعلام تحديدا
هل من المفترض لما يبقى لاعب مهم جدا زي فرجاني ساسي، لاعب في نادي الزمالك عقده بينتهي، لاعب دولي في المنتخب التونسي، واحد من افضل اللاعبين الموجودين في الدوري المصري في السنين الاخيره ديت، الاعلام ما يبقاش مهتم بزياده لاخباره واخبار تعاقده مع نادي الزمالك واخبار المفاوضات مع نادي الزمالك؟ مش ده الطبيعي المفروض؟ لا، انت طبيعي ان انت تكون مهتم، بس مش يعني انا طبعا ما بوجهلكش الكلام، انت انا بتكلم عامه بس مش بالشكل ده كريم. يعني ما هو في لعيبه، يعني معلش، هو ايمانويل امونيكي ده مش كان لعيب عظيم ولعيب لعب في برشلونه لما راح سبورتنج لشبونه من الزمالك؟ يعني ما شفناش الاعلام ساعتها كان 24 ساعه ايمانويل امونيكي. لعيبه كتيره ما مشت من الزمالك. لكن الموضوع كمان سيبك اللي انت ممكن بتناقش قضيه للعيب مثلا عقده انتهى خلاص، ده وقت. طب في لعيبه كتير عقودها بتنتهي، لكن هي القصه كلها كريم لموضوع فرجاني ساسي، انت بتناقش قضيه بتاعه تجديد عقد او مش تجديد عقد، دخل الموضوع بقى اللي هي ايه المناقشه اللي هي بقى، لا اصل هو لو جدد بفلوس كتير الاوضه اللبس حبوز، اصل مش عارفه ايه، ده الكلام اللي بقى بينرفز الناس. لكن انا بكلمك، من حقك ان انت يعني تتكلم في موضوع لعيب جدد ما جددش، لكن بقى بدا يتفرع الموضوع ليه كلام اللي هو فلوس كتير، اوضه اللبس حبوز، الزمالك الفرقه مش عارف ايه، ده الكلام اللي بيضايق الناس او بيضايق الجمهور. حق الاعلام يناقش اي موضوع في تجديد مش تجديد، لكن انت بتناقش في موضوع تجديد او عدم تجديد، لكن تتفرع لمشاكل بقى وقصص واصل المبلغ مبالغ فيه واصل اللعيب مش عارفه ايه واوضه اللبس هيحصل فيها مشاكل. انا راجل يا كريم، معلش مش يعني انا ما بحبش اجمل الكلام، انا اشتغلت في نادي الزمالك قبل كده في لعيبه غير فرجاني جد بمبالغ كبيره. يعني انت النهارده لو يعني هقول لك على حاجه، عواد ما هو جه الاسماعيلي ب 35 مليون وحارس مرمى والمركز ده حساس او في واحد بس بيلعب فيه، ما شفناش بقى مثلا جنش او ابو جبل او محمد صبحي راحوا عملوا مشاكل في اوضه اللبس. ممكن انت بتتضايق تلعب او ما تلعبش، لكن عمرك ما تبص لزميلك انت بتاخد كام. خالد بوطيب لما جه الزمالك بمبلغ وكان لعيب دولي ولعب كاس عالم ولعب قدام منتخب اسبانيا جيب مبلغ كبير، وانا موجود ساعتها ما شفتش اللي لعيبه الزمالك جه قال لك مش معنى خالد بوطيب خد جه مبلغ. ده في الاول والاخر يا كريم بتبقى عرض وطلب. الاعلام اتناول الموضوع في حته اللي جدد ما جددش راح نادي تاني، لكن ما تخشش بقى في قصص ايه اصل احنا ما جددناش اصل نادي الزمالك اصل اوض اللبس. لا، دي انا مع احترامي يا كريم ما شفتش يعني نادي في العالم او انديه في العالم اما الاعلام بيجي يتناقش في القصص دي بيبدا يخش في اوض لبس ولعيبه بتتضايق ومش لعيبه بتتضايق على العناقيد اللي فيه فرق بتجيب لعيبه ممكن ما بتحسش بيها بتيجي النادي ده بتاخد فلوس كبيره جدا، ما سمعناش يعني برامج بتتكلم في اوض لبس ومش اوض لبس. في الاول والاخر نادي الزمالك ده نادي كبير، نادي اما النادي ده بيبقى كويس هو احد قطبي نادي الكره في مصر. ليه انا اللي اتمناه ان الاعلام يساند نادي الزمالك، ان الاعلام يبقى عايز المشاكل تخف لو في مشاكل، لكن مش كل فتره لازم نطلع بموضوع. انا بقول لك يا كريم بصراحه، لا انا بتفرج على بعض البرامج الموضوع مستفز جدا للاسف الشديد. فنتمنى خلاص هو اللعيب كمل ما كملش خلاص ربنا يكرمه نادي الزمالك يفكر يجيب بديل والموضوع يخلص. هي دي النقطه بقى، كل شويه هي دي النقطه ليه عايزين يصدر. دي النقطه يا كابتن امير اللي انا كنت عايز اسالك عليها بقى. يعني انا رايي ان احنا ننط من فكره انه مين اللي غلطان او مين اللي مش غلطان لفكره بقى مين بديل فرجاني ساسي في الزمالك، يعني مين المفروض الزمالك يشتغل عليه دلوقتي سواء في مصر او في افريقيا. هو ده بقى الصح، انه لو ضيعنا وقت كتير مين اللي غلطان، الزمالك في الاخر هو اللي هيبقى الخسران. وبعدين في نقطه ثانيه يا كريم، احنا ليه عندنا ثقافه في مصر، انا اسف يعني بعض الحاجات اللي بتحصل، ليه لعيب اما بيجي يمشي من نادي ليه ما فيش ثقافه اللي هو يعني ايه، ليه عايزين نطلع مثلا اللي اللعيب ده وحش واللعيب ده مش كويس واللعيب ده لو جدد هيبقى فيه مشاكل. طب انا هسالك سؤال، وعلى فكره مش نادي الزمالك بس، هو انت النهارده مثلا سي احمد فتحي المكان في النادي الاهلي، الراجل راح بيراميدز ادى في النادي الاهلي بشكل جيد جدا، والله الاهلي قال له انا اعرض عليك كذا، جاله عرض لا اكتر في بيراميدز، والراجل لعب لاخر دقيقه مع النادي الاهلي، جمهور نادي الاهلي سقف وقال 10 على 10 احمد فتحي والاخر وقت بيأدي بتاعه. ليه ما شفناش
بقى نغمه اللي احمد فتحي طلب فلوس كتير والدنيا هتبوظ ليه ما شفناش النغمه. بص كابتن امير وانا كابتن امير عشان ابقى امين معاك انه برضو على عينك يعني وعلى ايدك ان احمد فتحي تهاجم جدا وشريف اكرامي تهاجم جدا ورمضان صبحي بعد ما انتهت اعارته من هيدرسفيلد وبيراميدز هو اللي اشتراه برضو تهاجم جدا. فده أيوة الشعور الجماهيري انا اتفاهم الشعور الجماهيري. انت بتهاجم لعيب. بص يا كريم انا فاهم يا كريم بس انت النهارده انا بكلمك ايه اللي الثقافه نفسها. انت النهارده معلش هو لويس فيجو ده مش كان بيلعب في برشلونه راح ريال مدريد. لويس انريكي راح في جمهور ممكن بيتضايق من اللعيب وتلاقي نرفزه وبتاع بس ما لقيناش بقى نقعد نتكلم في القصه ونقول ونزيد ونعيد. انا اللي اتمناه كريم اللي يبقى الثقافه عندنا ثقافه في الكوره المصريه اللي النهارده لما لعيب بينتهي تعاقده بنقول له شيك هاند ربنا يكرمك يوفقك اديك مثل عظيم هيعجبك يعني في القصه دي عشان عجبني كلامك في القصه دي. رينالدوم مشي من ليفربول بعد نهايه عقده وراح باريس سان جيرمان وليفربول عمل له فيديو يعني فيديو وداع عظيم جدا والجماهير قعدت تشيد بيه في الكومنتس وفي التعليقات على تويتر والامور مشيت عادي رغم ان رينالدوم واحد من الركائز الاساسيه في الفريق يعني في الفتره اللي فاتت. بالظبط ده اللي انت بتقوله فده اللي بكلمك فيها كريم ايه اللي انا نتمنى ان الاعلام لما تيجي تتناول الموضوع ما هو خلي بالك يا كريم العصبيه والشد بين الجمهورين والشد مع الانديه والحاجات دي بتيجي منين؟ واحد بيطلع يقول كلمه بيسخن ممكن جمهور على لعيب بيسخن جمهور على اداره. صح. نتمنى الثقافه دي يا كريم في الاول والاخر دي اسمها رياضه. نتمنى ان النهارده ثقافه بتاعت ان النهارده لعيب ممكن يروح حته ثانيه او يجي له عرض ثاني او يجي له كذا يبقى في ثقافه. انا هسالك سؤال يا كريم هو فرجاني ساسي ده مش ممكن لو هو متفق مع نادي تاني ممكن من 3 شهور يقول لك انا رجليا وجعاني مش هقدر العب وبتاع وراجل يكون خايف على نفسه ويقول لك انا عندي كشف طبي وراح نادي جديد فممكن ما العبش. الراجل لاخر وقت بيلعب وبيأدي بشكل جيد وتمام ليه ما نقولوش جود لك بالتوفيق وخلاص. والله يا كابتن امير انا عايز اقول لك حاجه والله انا اشد بفرجاني جدا بسبب اللي انت قلته ده ان الراجل لاخر ثانيه بيلعب بشكل رائع جدا ومميز مع نادي الزمالك. بس برضو انا عايز اروح معاك للنقطه اللي بقولها لك دي تحديدا مين لعيبه في مصر دلوقتي شايفهم ممكن يعوضوا فرجاني ساسي في الزمالك اسماء من وجهه نظر او حتى اسماء بره مصر انت شايفها ومتابعها تقول ان الاسماء دي الزمالك المفروض يشتغل عليها عشان يجيبها عشان يبقوا بدائل جيدين لفرجاني ساسي في الفتره اللي جايه ونبقى ناس عمليين اكتر بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. والله بص يا كريم انا بص يا كريم انا بتمنى الاول حاجه الاداره بتاعت نادي الزمالك دلوقتي تفكر قبل ما اجي ادعم افكر النهارده الاداره دي جايه تنمي موارد وفي نفس الوقت حته تجديد العقود هم برضو عندهم ده يعني ده انا شايف ان ده اهم حاجه دلوقتي اللي انت النهارده تجدد العقود بتاعه اللعيبه الموجوده. انا بقول لك شويه هيبدا هيطلع لك نغمه ايه بن شرقي هيطلع لك نغمه زيزو هيطلع لك نغمه طارق حامد هيطلع لك نغمه ايه. اتمنى دلوقتي اهم حاجه التركيز من الاداره الجديده اللي هي الفتره دي تجدد العقود بعد كده فكر تدعيمات. لو بنفكر في تدعيمات انا شايف في وجهه نظري اللي فيه لعيبه يا كريم في الدوري المصري ممكن تادي او تادي بشكل جيد مع نادي الزمالك في الحته دي. يعني انا في وجهه نظري عندي سيرجي اكا اللعيب بتاع الجونه لعيب كويس جدا لعيب دولي في منتخب الكوت ديفوار انا شايف من اللعيبه المميزه في الدوري المصري. اريك تراوري لعيب بيراميدز ده من اللعيبه اللي في وجهه نظري اللي ممكن يحل لك 4-5 مراكز في الملعب لعيب مستوى ثابت في الدوري المصري. وممكن محمود حماده اللي هو اللعيب بتاع بيراميدز انا شايف في وجهه نظري اللي الثلاثه دول ممكن يكونوا يعوضوا فرجاني في الحته دي. لكن برضو في الاول والاخر هو قرار مجلس اداره قرار. بس اللي انا اتمناه من اداره نادي الزمالك يا كريم عشان ما يحصلش زي اللي حصل النهارده لما انت بعت مصطفى ورحت جبت سيف الدين الجزيري وبعد كده جبت عهاره وبعد كده موضوع افريقيا نفس القصه مروان حمدي. اتمنى من اداره نادي الزمالك اللي يكون شغال زي ما قلت لك تركز في الموارد تركز ازاي ادعم الفرقه واحافظ على لعيبتي واجيب لجنه كره كريم 3-4 اسماء يكونوا متفقين عليهم وهم متفقين مع بعض يتولوا ملف تجديد اللعيبه وملف كره القدم عشان الناس دي تركز والناس دي تركز. لكن انت النهارده يا كريم اللي بتكلم فيه زي موضوع النهارده باتشيكو لما مشي من نادي الزمالك النهارده قول لي مين طلع قال لك انا المسؤول اللي باتشيكو مشي. كل ما تسال حد يقول لك مش انا ما اعرفش. نفس القصه اما مروان حمدي جه ونفس القصه اما سيف الدين الجزيري جه كل واحد يقول لك مش انا. لا انا النهارده اتمنى اللي يكون في مسؤولين بعد كده اللي هم ملف كره القدم
يقول لك لا انا اللي عملت ده وانا اللي عملت ده عشان صح. المواضيع ما تبقاش عايمه صح. والمواضيع ما حدش يعرف مين اللي بيعمل او مين اللي بياخد القرار. عندك حق. من الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها يا كريم, اتمنى من الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها, اتمنى من اداره نادي الزمالك, احنا عندنا كريم والله صدقني عندنا كوادر كتير في نادي الزمالك, بس المشكله اللي كل لجنه يعني من ساعه المستشار مرتضى بعد كده اللجنه اللي جت اللي بعديها بتاعه نادي الزمالك بتاعه المستشار عماد عبد العزيز, لجنه الكابتن حسين العام, احنا عندنا كوادر كتير جدا, بس للاسف الشديد نفس الناس او نفس الشخص او نفس الشخصين هم اللي بيفضلوا موجودين وهم اللي بيبقوا مثلا بيتاخد رايهم بتاع. لا يعني انا مش لازم يا كريم النهارده ما يتاخد رايي لازم ابقى شغال في نادي الزمالك, مش لازم اخد مرتب في نادي الزمالك, لا عندك ناس كتير تاخد رايها, عندك ناس نجوم النهارده ممكن لما تقعد مع لعيبه كريم عشان تجدد معاه اللعيب هيبقى مقتنع انا قاعد مع النجم ده, النجم ده بيعرف يتكلم, محبوب للجمهور, محبوب للعيبه نفسها, فاما لما اما اجي اتعاقد او اما اجي النهارده اتفق على بنود عقد لا هبقى قاعد قدام شخصيه عارف انا قاعد قدام مين, لكن مع احترامي ممكن ناس ما كانتش لعب الكوره او ناس ما حطتش نفسها في حته التعاقدات دي لما اجي اقعدها مع لعيبه الموضوع هتبقى يعني ايه فيها مشاكل. يعني انا هقول لك اتحداك يا كريم اتحداك صح, لو النهارده انا قعدت مع فرجاني ساسي مثلا وجيت قلت له يا فرجاني سي انت عايز مثلا جنيه مثلا او هو عايز جنيه, فاجي اقول له انا بص يا فرجاني انا ممكن مثلا هديك 75 والباقي ده مثلا هدخله لك لو خدت دوري يبقى بونص, خدت دوري او خدت كاس او مع اسيستات يعني اعمل لك بونص في العقد, ممكن طرق كتير جدا اللي انت تقدر تعمل عقود. لكن زي ما قلت لك النهارده اما واحد يلعب في 6-7 انديه وراح وعمل عقود قبل كده عنده خلفيه غير ما تجيب واحد مسؤول ممكن ما عملش عقود قبل كده او تفاوض قبل كده, انت عندك واجي اقعده مع النجم ده عشان يتفاوض. انت عندك حق. فاللي اتمناه اتفضل بالظبط, فاللي اتمناه كريم اتمناه كريم والله العظيم انا بقول لك الكلام ده انا ليا مصلحه, انا راجل زملكاوي بحب نادي الزمالك, احب نادي الزمالك يبقى على طول كويس صح. مش شرط مش عاي... انا ماليش دعوه بالقصه دي, انا اللي ليا فيه اللي انا نفسي يبقى فيه ناس نجوم تبقى موجوده تحبوا نادي الزمالك يتفقوا على حاجه اللي في الاول والاخر يا كريم اللي انا عايز اقوله لك نادي الزمالك خيره على الجميع, نادي صح. الزمالك ده مع احترامي لو انا ما لعبتش في نادي الزمالك او ما اشتغلتش في نادي الزمالك ما حدش هيعرفني, قيس كام نجم وكام لعيب كوره وكام ناس واحد يقول لك ده اسطوره ومش اسطوره, نادي الزمالك عملهم, فالواجب على الناس دي اللي تقف مع نادي الزمالك ومش شرط اللي لما اقف مع النادي ابقى في منصب او يبقى في راتب او يبقى في حاجه, هات ناس اديها صلاحيه ناس تبقى متفقين مع بعض في الراي وربنا يكرم نادي الزمالك. يا كابتن امير الكلام اللي انت قلته ده كلام في منتهى العظمه وانا بتفق معاك 100% عشان انا دايما اقول انه قبل ما اي حد يتكلم على اعلام يتكلم على ظروف خارجيه لازم الاول اولاد نادي الزمالك يكونوا بيحبوا نادي الزمالك قوي عشان الناس اللي بره ناس اعلام او خلافه يحبوا هم كمان نادي الزمالك او على الاقل يحترموا نادي الزمالك ويحترموا موقف نادي الزمالك وظروف كريم نادي معلش الزمالك. كريم فضل. معلش عايز اضيف نقطه فضل. عايز كريم عايز اضيف نقطه معلش اتفضل. في نقطه كمان يا كريم ودي برده يعني برده النهارده كريم انت مثلا ممكن بعد فتره في انتخابات نادي الزمالك تمام, عايز اقول لك على حاجه, اتفرج في الانتخابات دي كميه الفلوس اللي بتتصرف, كميه الرحلات, كميه البانرز اللي بتتعمل في الشوارع, الدعايه, ما كل دي فلوس. انا النهارده كريم مع احترامي بدل ما اعمل كده عشان النهارده اجي نادي الزمالك يتقال عليا عضو مجلس اداره او 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 لو انتوا لو انت بتحب نادي الزمالك او بتحبوا نادي الزمالك مش لازم ابقى مسؤول عشان اجي ادعم نادي الزمالك, طب ما ادعم نادي الزمالك وانت بره صح. يعني الناس اللي هي بعد كده تدخل انتخابات وبتصرف فلوس وانت عارف الانتخابات بتصرف فيها دعايه كتير وبتاع صح. طب انا مش لازم ابقى بتاع, لو انا بحب نادي الزمالك وعايز اساعد نادي الزمالك طب ما الناس دي تساعد نادي الزمالك. انت لخصت انت لخصت كابتن امير كابتن امير وهيتعرف ان انت ساعدت كابتن امير انت لخصت الموضوع تماما لما انت قلت انك مش لازم تبقى في وضع مسؤوليه عشان تدعم الزمالك وتحب نادي الزمالك. حقيقي انت النهارده كلامك كله كلام عظيم جدا وانا اعتقد انه كل زملكاوي اتفرج على الكلام ده هو تقريبا ده صوت كل زملكاوي. انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا, دايما بتشرفني وتنورني النجم امير عزمي مجاهد, انا بشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا الوضع وانا دايما بقول الكلام ده, الوضع دايما من عند نادي الزمالك, من عند اولاد نادي الزمالك, من عند ابناء نادي الزمالك. الزمالك عشان ينجح لازم يكون عنده طول الوقت ابناء مخلصين بيحبوه فعلا عشان ينجحوا معاه وينجحوه ويكبروا
اسم النادي الكبير اصلا زي ما النادي دايما بيكبر اسمائهم. من الناس اللي اسمائهم كبرت مع نادي الزمالك، من الناس اللي ابدعت مع نادي الزمالك، من الناس اللي حققت بطولات مع نادي الزمالك لاعبي كره السله في نادي الزمالك. بطوله افريقيا، نهائي الدوري امام الاتحاد السكندري، اداء رائع جدا، اداء مميز جدا، فريق استثنائي، فريق رائع، كل اللاعبين في فريق نادي الزمالك لكره السله مميزين ورائعين. من هؤلاء اللاعبين لاعب شاب رائع جدا، مستقبل كبير جدا لكرة السلة المصرية مش بس النادي الزمالك، هو مهاب ياسر. ابداع في بطولة افريقيا وابداع في مشوار الدوري لحد نهائي الدوري اللي وصله نادي الزمالك مع الاتحاد. مهاب ياسر هيكون ضيفي ان شاء الله بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا عندي قاعدة في حياتي، في شغلانتي في الميديا، إنه كرة القدم طبيعي تاخد اهتمام كل الناس. إمتى بقى الألعاب الأخرى تاخد اهتمام الناس؟ لما يبقى فيها شغل فني وشغل فيه إنجازات استثنائية. اللي بيعمله نادي الزمالك في الفترة الحالية في فريق كرة السلة هو شغل استثنائي وشغل فني محترم جدا، سواء من المدير الفني أو من اللاعبين. فوز بدوري أبطال أفريقيا، الوصول لنهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري، كل ده لازم يلفت نظرنا. يلفت نظرك للفريق، يلفت نظرك للمدير الفني، ويلفت نظرك للاعبين. واحد بقى من اللاعبين الموهوبين جدا في هذا الفريق، واحد من الصاعدين زي ما بيقولوا كده اللفظ الشهير او الجمله الشهيره بسرعه الصاروخ، هو مهاب ياسر نجم نادي الزمالك لكره السله. مهاب صباح الفل عليك، مشرفني ومنورني. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس، كله تمام. طيب قبل ما اخش معاك في الحوار وقبل ما اخش معاك في الحديث هوريك حاجه ونرجع نكمل كلامنا، تعالوا نشوف. مهاب ياسر كان ضيفنا النهارده، وبالصدفه قبل ما نخش على الهواء على طول عرفنا ان عيد ميلاده، فحبينا نعمل له المفاجاه دي ونقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون طيب. سنه كل سنه وانت طيب مهاب، طيب ربنا يخليك، عقبال مليون سنه، الله ربنا يخليك. شكرا. انجاز رائع جدا مع نادي الزمالك، بطوله رائعه جدا، بطوله افريقيا، عايز ابدا بيها وبعد كده نمشي على امور كتيره اخرى ليها علاقه بيك انت شخصيا وليها علاقه بنادي الزمالك. بطوله افريقيا دي وانتوا رايحينها الامور صعبه، المنافسه صعبه جدا، المنافسه تقيله جدا، الزمالك في كل مباراه كان بيعمل شغل رائع جدا ومميز لحد المباراة النهائية. ازاي عملتوا الشغل ده؟ الفرقة الحلوة دي سببها ايه مع مدير فني محترم جدا؟ طبعا البطولة دي كانت أول مرة تتعمل تحت رعاية الام بي اي في رواندا. بطولة صعبة جدا، كان كل فرقة فيها 4 محترفين وكان فيها يعني زي محترفين أصلا من البلد، فالموضوع كان صعب جدا، كان كل ماتش بنخشه كأنه نهائي. فالموضوع كان صعب ومرنا بظروف صعبة كتير جامد يعني كتير جدا في رواندا. حجر صحي 10 ايام وبعد كده اتمرنا وبعد كده خدنا الماتشات وما كانش في فتره كبيره، بالعكس كان في بتاع يعني يومين ثلاثه بس. فالموضوع كان صعب جدا ولكن احنا الحمد لله يعني كلمه السر طبعا روح اللعيبه وبنتكلم دايما مع بعضينا ككبير صغير، ما فيش في الباسكت هم يعني معودينا في فريق الزمالك ان ما فيش كبير وصغير في الفريق. هم دايما بيكلموني كان انا لعيب كبير زيهم. يعني مش ما فيش اللي هو انت عشان لعيب صغير فبنبعدك عن الاندماج او السيستم بتاع الفريق، لا. ده يعني ده اول يوم صعدت فيه في النادي وانا حاسس بكده من اول 2019 وانا خدت الدوري مع نادي الزمالك، ما حسيتش ان انا لعيب خارج عنهم خالص. طبعا مرنا بظروف صعبه جدا والحمد لله الماتش النهائي بالذات يعني كان قبل الماتش احكي موقف كده بسرعه. يا ريت لا براحتك. طبعا يعني اللي في كذا لعيب قريب مني في الفريق، فان انا اكون عندي 18 سنه او 17 سنه واخش نهائي بطوله افريقيا بتبقى انت عندك خوف شويه، ما عندكش اكسبيرينس ان انت كلاعب يعني لعيب صغير، ما عندكش لعيب عنده 34 سنه او 31 سنه. صح. فدايما اللعيبه بتديني نصايح يعني ما تخافش ركز. ودايما انا ما خفتش، يعني ناس كتير قوي بتفتكر ان انت تخاف او ما يكونش عندك ثقه فيك، فقال انت لا
بتورين بلعبك في الملعب. الموقف اللي حصل بقى يعني هم كانوا معاك ايه قبل المباراه؟ هو كنت انا هو اذا هو في خمسه بتبتدوا الماتش فانا كنت من الخمسه دول، فالموضوع كان يعني مش مفاجئ لان كان انا ابتديت في كل الماتشات، بس هي بقى كنت خايف شويه يعني اللي هو بلاش انا في البدايه اللي هو انا عايز اشارك ماشي ومتشكر جدا ومبسوط بس خليني اخش لما المباراه تشتغل. فالموضوع كان صعب وكان في ناس كتير قوي في الملعب وكان في سفراء من كل الدول. فكلمت مع زميل ليا اسمه احمد حاتم وعمر هشام، طبعا كلموا معايا وما تخافش وركز واحنا عندنا ثقه فيك، فانت لما تسمع الكلام دوت ما بتفكرش تاني يعني بيدوك ثقه ودي يعني كلمه سر بتاعت اللعيبه. انت في اصلا مباراه من المباريات بس مش فاكر كانت مع مين انت خدت مان اوف ذا ماتش، يعني كنت انت افضل لاعب في المباراه وكنت مقدم مستوى رائع جدا، فانت اصلا ما فيش خضه يعني خلاص. وبس يعني لما تيجي الماتش النهائي دوت بيبقى ليه احساس تاني، بيبقى ليه حسبه تانيه في دماغك، فكنت خايف شويه بس طبعا اللعيبه يعني لما تسمع منهم كلام بيقلك في حته تانيه خالص. في لحظه في المباراه النهائيه دي تحديدا اتحاد المنستيري حسيت انه المباراه بتروح مننا مش هنكسب؟ قلقت؟ لا هو دايما يعني كان كلنا عندنا ثقه بالله ان احنا هنكسب البطوله طبعاً. بس في اول الماتش كان هم عاملين علينا فرق 12 بوينتس فالموضوع كان يعني بقى. احنا نلحقهم ولا هم يفرقوا عننا بس احنا الحمد لله طبعا كلمه سر يعني هي روح اللعيبه. يعني انت انضميت للزمالك قبل البطوله الافريقيه على طول ولا كنت معاهم من قبلها؟ لا كنت معاهم قبلها بشهرين، رجعت اجازه وقلت ما اقعدش يعني في البيت، هم اولى بيا الفتره ديت ونزلت اشارك معاهم وان شاء الله اسافر بعد الدوري. انت كنت فين بقى؟ ما انا هنخش بقى في امريكا دي، انت كنت فين قبل ما تروح نادي الزمالك؟ انا كنت في هاي سكول اسمها ام بي اكاديمي ليها 7 فروع في العالم، استراليا والصين واليابان، بس انا اخترت ان اكون في افريقيا في السنغال. هو بسافر كل شويه بلعب بطولات في امريكا، بلعب بطولات في لندن، فرنسا، ايطاليا، بس رجعت اجازه خلصت الفتره ديت ومضيت مع الجامعه الحمد لله. يعني انت دلوقتي راجع امريكا تاني؟ راجع امريكا تاني بعد الدوري. بعد الدوري ان شاء الله. مضيت مع جامعه هناك؟ ان شاء الله. الجامعه معروفه يعني اسم معروف؟ دي 1 بتاع دي 1 اسمها ايسترن تينيسي في ولايه تينيسي. راجع ان شاء الله بعد الدوري تاني، بس ان شاء الله خلص الدوري عندنا الاتحاد يوم. هروح للاتحاد بس خلينا نكمل دي. الجامعه دي ممكن تاهلك بعد كده انك تلعب في دوري المحترفين ام بي اي ولا انت بتاخد يعني فهمنا برضو اكتر تفصيلا انت بتفكر في ايه؟ انا طبعا اي لعيب بيلعب باسكت نفسه يلعب في ام بي اي، ده بيبقى حلم طبعا. فانت اللي ممكن تقعد سنتين في الجامعه وبعد كده تلعب في الام بي اي، هي المنحه بتبقى 4 سنين في الجامعه وانت ممكن تقعد بس سنتين في الجامعه وتروح ام بي اي. هايل. لو انت قضيت لو انت عملت بشكل كويس ناس بتبص عليك ويعني زي يديك زي منحه تانية بس في الام بي اي. هايل. ولو انت مو عايز تقعد 4 سنين في الجامعه وتستفاد منهم وبعد كده تطلع بعدها بام بي اي برضه ده متاح. طب اكيد نادي الزمالك هيقول لك روح شوف مستقبلك، مش هيبقى متضايق ان انت تمشي، بس اكيد نادي الزمالك بيفكر فيما بعد مستقبلك، يعني لو حبيت ترجع مصر هنا تاني هل اتفقتوا على حاجه؟ هل نادي الزمالك اتفق معاك لما ترجع مثلا تبقى موجود في النادي؟ في تعاقد كلمته في ايه؟ لا طبعا الكلام ده ما فيهوش اتفاق يعني ده نمره واحد وخيره عليا طبعا نادي الزمالك، وفي اي وقت هرجع مصر العب في نادي الزمالك دي ما فيهاش كلام تاني يعني. وان شاء الله بعد ما ارجع يعني انا برجع اجازه او برجع طبعا برحبوا بيا في اي وقت، انزل اتمرن معانا، انزل العب معانا ماتشات. فدي يعني عندي لو ما فيش تعاقدات ولا حاجه هو بالحب طبعا يعني العلاقه بينك وبين نادي الزمالك ما فيهاش تعاقد طبعا غير اتفاق. عظيم جدا. تعالى بقى نروح للدوري، فاينل دوري من المفترض انه صعب جدا، فرقتين في منتهى القوه الزمالك والاتحاد، نهائي البيست 5 مباريات في منتهى الصعوبه مع الاتحاد، هتتعامل معاه ازاي؟ شايف منافسك القسم الاتحاد ازاي؟ هو طبعا فرقه على اعلى مستوى الاتحاد وكوتش كبير طبعا، بس طبعا احنا يعني لما رجعنا من بطوله افريقيا كان عندنا ماتش جزيره، هم فرقه كبيره برضو وكوتش كبير، بس احنا الحمد لله اهلنا بشكل كويس ويعني خلاص قفلنا صفحه بطوله افريقيا وان شاء الله ركزنا في ماتش الجزيره، كسبنا 3-0 الحمد لله مجهود من اللعيبه ومجهود من الكوتشز، فالحمد لله يعني رحنا ماتش الاتحاد. ماتش صعب طبعا يعني هو ماتش صعب جدا، بس انا فاكر ان احنا في ماتش النهائي الجزيره 2019 نهائي الدوري كان ماتش صعب قوي برده وكسبنا 3-2 في الاخر، فلا مفيش يعني مفيش حاجه بعيده عن ان احنا تعبنا كتير واتمرنا كتير وطبعا عندنا ثقه بالله دايما يعني. وانجاز عظيم انك تاخد بطوله افريقيا بعدها بطوله الدوري، بطوله الدوري كمان في منتهى الصعوبه مع فرقه صعبه جدا. طبعا يعني نادي الزمالك ما عودناش ان احنا نكتفي ببطولات، احنا دايما بنقفل الصفحه وندور على بطوله ثانيه. طيب الجزئيه المهمه كنا بنتكلم فيها انا وانت قبل ما نخش على الهوا، المدرب، انت عندك فرقه حلوه جدا، عندك مجموعه لاعبين رائعين جدا، بس لو عندك لاعبين رائعين جدا وما عندكش مدرب كبير زي الموجود في الزمالك حاليا يبقى عندك مشكله.
طبعا كابتن اوجستي اول ما جيت من السفر شفت حاجه اول مره شفنا نادي الزمالك ان هو يمرن تو جروبس الناشئين وجروبس الكبار. فدي اول مره اشوفها بجد. ف يعني اول ما شفت التمارين دايما بشكل صبح وبالليل صغيرين وكبار، ان انت بتاهل ان انت لعيب الصغير لما يطلع يكبر يلعب في فريست تيم يبقى متعود جاهز. متعود على السيستم ان انت عودته عليه صحيح التمارين قبل كده صحيح. فدي طبعا يعني انا اول ما شفتها حسيت ان هو لا مدرب كبير، وانا اتمرنت معاه كمان مع كبار، لا مدرب كبير. مفيش اللي هو في الباسكت كبير وصغير، اللي بيتعب في الملعب واللي بيبذل جهد اكتر هو اللي بيلعب، بيبقى كانوا محفوظ في الملعب. صحيح. طيب وانتوا راجعين من بطوله افريقيا كان جميع نادي الزمالك في استقبالكم بشكل عظيم جدا، وشفت حتى من بعض اللاعبين تويتس مكتوبه انه عايزين جميع نادي الزمالك تبقى موجودين. قول لي كده احساسك اول ما رجعت من بطوله افريقيا ولقيت جماهير الزمالك واسماء كبيره كمان من اسماء الزملكاويه المشهوره يعني موجودين في استقبالكم في المطار، كان احساسك احنا كنا عارفين كل اللعيبه، ان احنا لو كسبنا اكيد الجماهير جينا المطار. عظيم. فطبعا اول ما كسبنا كنت انا ومصطفى كيجو يعني نفسنا، يعني احنا كنا فرحانين اصلا، يعني الفرحه كانت 200% عشان الجماهير هتيجي. عظيم. فطبعا ده يعني انت تكون معاك جمهور وبتسندك دايما وبيدعمك دايما، دي حاجه يعني بتنقلك في حته ثانيه في الملعب، وبالذات لما احنا كسبنا احنا كنا فرحانين بالظبط علشان الجماهير كانت هتيجي. ايه اكتر هتاف كان بيفرق معاك لما تسمعهم جماهير نادي الزمالك؟ هو انا عمري ما شفت جماهير نادي الزمالك عشان موضوع الكورونا دوت يعني طبعا. بس لا انت بتحبوا الجماهير نادي الزمالك حتى لو بتحب طبعا اللي هو الولا ولا هو ابن نادي اهو. عظيم جدا. فدي يعني بسمعها اللي هو بتنفخ كده من مكاني طبعا. فطبعا يعني ملوك الصالات ايه رايك فيها؟ دايما بيقولوا عليكم ملوك الصالات. طبعا احنا يعني جماهير، يعني انا بحب الجماهير الزمالك بالذات على السوشيال ميديا، بتدعمنا كتير جدا وبتقف جنبنا، فدي حاجه طبعا مش قليله. فبشكرهم وبشكرهم وبوعدهم ان شاء الله احنا ناخد الدوري ونمسكهم. عايز اسالك في الاخر على علاقه لعيب، يعني مثلا احنا بنقدر نشوف قوي علاقه لعيب كره القدم ببعض شكلها عامل ازاي. ممكن لعيب كره السله شويه عشان مش نفس اهتمام الجماهير بكره القدم ما نعرفش علاقه اللاعبين مع الفرق الاخرى، يعني علاقتك مع لعيب الاهلي مع الاتحاد مع الجزيره، العلاقات دي بتبقى عامله ازاي في الكواليس؟ لا طبعا احنا مالناش دعوه بالماتش، يعني احنا دايما بنخش سلام على بعضينا، نقعد مع بعض حتى بعد الماتش لما بنخسر او يعني بكلم يعني مثلا كذا زميل في الاهلي الاتحاد الجزيره بكلمهم ما تزعلوش اللي هو عملت ماتش كويس. لا طبعا يعني مالناش دعوه، يعني طبعا في جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه ثانيه. فدي احسن حاجه طبعا ما بين يعني دي كلمه سر، وطبعا عشان يبقى في منتخب مصر بعدين بنروح نقعد مع بعضين، فاللي هو جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه ثانيه خالص. يعني مين اللعيبه العالميين واللعيبه طبعا المحليين اللي انت بالنسبه لك دول المثل الاعلى بالنسبه لك؟ ومحليين كتير كتير جدا بس ابرزهم يعني كابتن وائل بدر طبعا، وكابتن سمير جوده، وكابتن ياسر عبد الوهاب، وناس كابتن شعبان عبد الرحيم، ناس كتير جدا بحبهم اتفرج عليهم محليين. وكعالمين دلوقتي وقتنا الحالي طبعا يعني يانيس انتكومبو وكار ايرفينج، بس عشان البوزيشن بتاعي انا بتابعه فهو راسل وست بروك وجون وول اللي هو البوزيشن بتاعي. لكن طبعا عالميا يعني مايكل جوردن ما فيهاش خلاف يعني. مفيش. بتابع كوره ولا ما بتابعش كوره؟ بتابع كوره طبعا. بتتابع طبعا. لعبت كوره؟ لعبت كوره وانا صغير وانا عندي 8 سنين لحد 10 سنين في نادي الزمالك. بس كان لي اخ توأم بيلعب في باسكت فانا قلت ان انا اكون معاه. ولقيت نفسي طبعا اكتر في الباسكت من وانا عندي 11 سنه وانا بلعب في النادي. فانت حسيت الباسكت هي لعبتي. بتابع اليورو دلوقتي؟ بتابع اليورو. بتابع بتشجع مين؟ فرنسا. النهارده هتفرج على الماتش فرنسا والمانيا. فرنسا هتكسب؟ فرنسا تكسب 2-0. لا سيبك من الحب، يعني تكسب كام؟ 2-0. ده انت على طول قلت ده انت سؤالنا النهارده بالمناسبه على السوشيال ميديا، فرنسا والمانيا مين اللي يكسب؟ انت قلت النتيجه على طول. فرنسا 2-0. 2-0 ان شاء الله. مهاب انت حقيقي شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب والعمر ليك دايما كله نجاح، وان شاء الله نفرح بيك وانت موجود في الام بي اي في احسن فريق في الام بي اي كمان. شكرا شكرا جزيلا. شكرا ربنا نورتني. ده كان لقائي مع النجم مهاب ياسر نجم نادي الزمالك لكره السله. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم النهارده كل ضيوف الحلقه ضيوف مميزين جدا. ضيفي في هذه الفقره هو واحد من نجوم الكره المصريه الكبار، واحد من اللعيبه المميزه جدا في مركز الظهير الايمن، سواء مع الاسماعيلي سواء مع النادي الاهلي او كل الانديه اللي لعب فيها، دايما كان لاعب مميز ودايما كان بيتميز اكيد بسرعته اللي مش طبيعيه. لما قلت كل الكلام ده بما اني قلت الاسماعيلي والاهلي والسرعه الكبيره، فبالتاكيد بتكلم على واحد من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله. يا كابتن محمد صباح الفل عليك. مش صباح الفل يا كابتن كريم، ربنا يخليك على المقدمه الجميله دي وتسلم لذوقك ودايما مطالق يا رب. ده اقل من حقك والله. يعني انا راجل معجب بيك شخصيا من زمان كلاعب، ومعجب بيك كمان كمدرب ان شاء الله، مدرب واعد ومحترم جدا. ربنا يعزك يا رب. عايز ابدا معاك فيما انتهيت مع النجم امير عزمي مجاهد اللي كنت بتكلم معاه من شويه على قصه فرجاني ساسي، وانا بكرر قصه فرجاني ساسي دي تاني عشان بعض الناس بتقول لك انه الاعلام مش المفروض يتكلم عنها بالمساحه دي كلها، وقلت انه فرجاني هو نجم كبير مع نادي كبير وبالتالي الاهتمام بيه كبير وكبير جدا. رايك ايه في قصه فرجاني من اولها لاخرها؟ في البدايه بس استاذنك طبعا ابننا كابتن احمد شوبير في وفاه شقيق كابتن عصام، وربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. يا رب يا رب. انا اول ما دخلت قلت لك ايه؟ يعني قلت لك شابوه على الكلام اللي انت قلته بصراحه، يعني فعلا الموضوع خد اكبر من حقه. يعني خلاص بقى كفايه، يعني فرجاني لعيب زي ما احنا بنقول كويس وحاجه محترمه جدا ومش هيتعوض. صحيح. ولا حتى مع كل الاحترام لكلام امير للبدائل اللي قالها، الثلاثه لعيبه مميزين جدا، بس ده كواليتي مختلف تماما عن الثلاثه اللي اتقالوا. خلاص، وفي الاول وفي الاخر ده عرض وطلب. هو الراجل ادى مهمته على اكمل وجه في نادي الزمالك. صحيح. وجاله عرض افضل. صحيح. ايا كان بقى، انا بحب النادي ما بحبش النادي، في الاول وفي الاخر ده لعيب محترف. صحيح. اساسا عندنا لعيبه مصريين وثابت انديات عشان الجنيه وعشان الفلوس، فما بالك ده محترف وبيدور على حقه كاي شخص او كاي بني ادم عادي بيشوف ايه الافضل ليه. صح. ما انا بالنسبه لي مفيش حاجه افضل من نادي الزمالك، بس هو بالنسبه له ممكن ماديا النادي ده هيعوضني. لا، هو المؤكد انه نادي الزمالك اداله كتير جدا جدا جدا, جداً, جداً, جداً. وبصراحه فرجاني ما بخلش على نادي الزمالك باي مستوى. بص اقول لك على حاجه، الاثنين بصراحه ادوا لبعض. صحيح. تمام. صحيح. فرجاني لما كان في السعوديه ما ظهرش بالمستوى طبعا اللي ظهر فيه في مصر او في نادي الزمالك. صحيح. نادي الزمالك علا فرجاني كماده اعلاميا، كماده كفلوس، فلوس كمان طبعا، والراجل اشتغل بشكل كويس جدا وادى وما بخلش. صح. يبقى الاثنين متشكرين قوي. خلصت الحدوته على كده، خلاص بقى ادور فعلا بقى اشوف البديل ممكن اللي يقدر يكمل لي الفتره اللي جايه، مين اللي هيحل لي المركز ده. وخلاص كل الشكر للراجل، قضى معايا، جاب معايا كونفدراليه، جاب معايا سوبر، جاب معايا دوري، خلاص الموضوع خلص. صحيح. انما مش هنبقى في مواضيع شد وجذب بين الطرفين، على الاقل زي ما بنقول لك ايه، سيب الباب موارب. خلينا كده على طول لما اشوفك هتسلم علي واسلم عليك بمنتهى الاحترام. مين عارف. صح. زي ما انت قلت يمكن في الجانب ممكن يرجع تاني. صح. انا بقفل الباب ليه؟ صح. ما يمكن الراجل خلاص عرف وطبع بيا وعارف انا وعارف طباع ايه وعارف خبايا النادي دلوقتي ايه، امتى فلوس بتطلع امتى ما بتطلعش. صح. امتى الدنيا ماشيه، امتى الجماهير دي بتحبني جدا ومعايا وفي صفي. صحيح. طب انا اقفل الباب معاه ليه؟ صحيح. ممكن لا قدر الله هو ما يبقاش موفق في نادي الدحيه، يفكر تاني يقول لك انا هرجع تاني لنادي الزمالك. طب انا اقفل الباب من دلوقتي ليه؟ صح. لا. طيب. خلاص الموضوع منتهى، بالعكس نتمنى له كل التوفيق. لعيب مش هيتعوض، لعيب فعلا امتعنا الفتره اللي فاتت خلال الكام سنه اللي لعبه في نادي الزمالك، فعلا حاجه موهبه غير طبيعيه، انا بالنسبه لي بقعد استمتع بيه. فكل التوفيق ليه وربنا يكرمه ويوفقه في الخطوه اللي جايه، وكل التوفيق لنادي الزمالك، والناس فعلا تبدا تدور وتحل. نادي الزمالك انا زي ما بقول لك في بدايه الكلام اول ما دخلت لك قلت لك في لعيبه اعظم، مع كل احترام طبعا لفرجاني، اعظم من كده. كابتن خطيب بطل. صح. النادي الاهلي ما وقفش. كابتن حسن شحاته بطل. كابتن فاروق جعفر بطل. حازم امام. كابتن حازم امام بطل. طبعا. النادي ما وقفش. صح. بل بالعكس اجيال بتسلم. شيكابالا هيبطل، النادي الزمالك هيقفل. لا هيجي طبعا. غيره ويجي غيره ويجي غيره 100%. الموضوع مش الموضوع بسيط، يعني خلي الامور يعني نشتغل باحترافيه شويه. الموضوع مش احنا مش داخلين خناقه مع بعض. صحيح. بل بالعكس زي ما بقول لك في الاول وفي الاخر لازم على الباب موارب. ممكن تحصل يرجع تاني. يرجع تاني. طيب عايز اخدك بقى للنادي الاهلي ومواجهه الترجي، مواجهه افريقيه كبيره جدا مع الترجي في نصف نهائي دوري الابطال، وانت راجل لك صولاتك في دوري الابطال مع النادي الاهلي وذكرى سعيده وعظيمه في تونس مع طبعا. الصفاقسي بكل تاكيد. مواجهه الترجي في تونس مواجهه بالتاكيد مش سهله على النادي الاهلي. لا طبعا. ازاي النادي الاهلي يتعامل مع هذه المواجهه؟ اولا يعني انا
انا بلوم على الراجل الفتره الاخيره موسيماني. اه طبعا. اه ما ينفعش انا يبقى عندي ماتش في السيمي فاينال وادي 6 ايام اجازه دايركت. دي ما بتحصلش. ممكن ادي الاجازات دي اجازات متقطعه مع كل الاحترام ليه طبعا. ويعني احنا لسه في التدريب. انا عن نفسي انا بقول الف به كوره في التدريب. ما يعني راجل بالكم الخبرات ده ما ينفعش ان انا ادي الاجازه دي متواصله. مش ان انا افكر انه بدنيا الفرقه كانت منهكه تماما الفتره اللي فاتت. ما ينفعش انت بتبدا بانت 6 ايام دول بمثابه انت لسه هتبدا فتره اعداد من جديد. 6 ايام كتير في الكوره او للاعب الكوره ان هو يريح 6 ايام متواصل. ده كان يعني دي من اكبر الغلطات اللي حصلت الفتره الاخيره. تمام. انما ان شاء الله يعني باذن الله يكون الامور افضل الفتره اللي فاتت والناس بتتمرن بشكل كويس. حتى برضو يعني فعلا من خلالك بشكر كابتن شوقي غريب ان فعلا برضو اللعيبه اللي صمم عليها ولعبها في نادي في ماتش جنوب افريقيا الاولاني ده برضو عدد كويس للعيبه الاهلي اللي ممكن الراجل يحتاجها في الفتره اللي جايه. طبعا مباراه صعبه، مباراه تقيله جدا، مع العلم ان نادي الترجي مش بقوه الترجي اللي احنا نعرفه. بس برضو في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك ايه، التاريخ بيحكم. النادي الاهلي نادي كبير والترجي برضو فرقه كبيره. طبعا اتمنى طبعا ان الراجل يتعامل مع المباراه بذكاء زي ما انت اتكلمت عليه، ان هو فعلا ذكي في المباريات الكبيره، بيعرف يتعامل بها بشكل كويس، مع العلم ان هو محظوظ. يعني هو محظوظ ومن المدربين المحظوظين جدا. طبعا جدا جدا. بس هو الحظ في الكوره يعني حاجه محموده بالناس اللي بتشتغل كويس. حاجه كويسه اكيد. الراجل ده بيجتهد بالظبط، بيشتغل بالظبط عشان كده ربنا بيوفقه. يبقى انت محتاج دايما محتاج الحظ بالظبط. يعني انت ممكن تعمل كل حاجه في الكوره ولا حاجه، المدير الفني اللي معهوش حظ ما بينجحش. صح. ما بينجحش. صح. مهما تشتغل ومهما بتوصل لاعلى الدرجات ان انت بتبتكر وبتعمل شغل وبتعمل حاجات كويسه جدا. يعني اكبر مثال جوارديولا طبعا عبقري. صح. مش عارف يحقق بطوله اوروبا. صحيح. بقاله كام سنه مش قادر يجيبها، وقفت معاه خلاص. وقفت. فكل الناس بتلومه دلوقتي. فبقول لك يعني لازم الحظ يبقى محالف يعني يبقى حليف المدير الفني. صح. وبرضو عشان ابقى امين معاك وانت هتاكد لي ده، ومفيش واحد ما يبقى فاشل قوي او سيء جدا والحظ يفضل ماشي معاك كويس. طبعا. يعني ما هو برضو عشان الناس ما تاخدش كلامك انه موسيماني ده مدرب مش لا كويس. لا لا خالص. بس الحظ اللي ماشي معاك لا كويس. لا 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 بالعكس. انا باكد على كلامك. لا 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 انا فاهمه بالعكس. الراجل ان هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. النتائج اللي بتحكم. صح. نتائجه ايه؟ ناجحه جدا. ناجحه جدا. يبقى راجل مدير فني كويس جدا وراجل ناجح. صح. زي ما جينا قبل كده كنا بنتهم على او كنا بنتحامل على كوبر. راجل بيلعب بالخطه الدفاعيه، راجل ما عندوش حاجه. لا ده راجل احنا بقالنا 3 سنين ما بنوصلش نهائي افريقيا او ما بنوصلش افريقيا اساسا، وصلنا نهائي افريقيا. صحيح. بقالنا من كاس عالم 90 ما بنوصلش كاس عالم، وصلنا كاس عالم. صح. يبقى المستهدف بتاعه او خطواته كلها ناجحه، يبقى راجل مدير فني كويس جدا. مظبوط. الدليل على ذلك الراجل ده نفس الحل. جه خد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، وصل كاس عالم الانديه واخد ثالث عالم، ماشي في الدوري بشكل كويس. صحيح. خد السوبر الافريقي. صح. يبقى كل وصل السيمي فاينال السنه دي. فيبقى الراجل، لا يبقى الراجل فعلا الراجل مدير فني كويس. فده يعني الناس ما تفهمش كلامنا غلط. انما انا بقول لك في حاجات ممكن تقع من المدربين. ما وارد ان انا تقع مني حاجه بس بتتلحق. صح. وهو كده كده معاه كواليتي من لعيبه كويسه جدا. يلعب ازاي بقى مباراه الترجي؟ التشكيله عامله ازاي من وجهه نظرك؟ طب بدانا بمحمد الشناوي مثلا. ما هو الوضع الطبيعي ان شاء الله يعني لا 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 يعني لا خلاف عن الشناوي طبعا. يعني انت عندك خط الظهر ان كان بدر او هيبقى ايمن اشرف اكيد بالنسبه لنا، ان علي معلول رجع. هيبقى محمد هاني. عندك مفيش محمد هاني بقى مصاب. مصاب. نسينا محمد اللي وقع مننا. هو قفشه اللي رجع الحمد لله. يعني قفشه النهارده قالوا ان هو في التمرين هو وليد سليمان في التمرين الجماعيه. هو ممكن اكرم ده افضل. يعني اقرب واحد يشتغل في المكان ده مش بيكهام. اكرم مش عايز بيكهام انت خالص. لا ليه؟ بيكهام يعني هيبقى عنده التزام بالحته الدفاعيه بس. حته الناحيه الهجوميه دي يعني مع كل احترام لي مش بتاعته، لان هو الراجل اساسا بالطبيعي بتاعه هو مساك او ديفندر. يعني كان بيلعب في دجله كده او كده، او في دجله بالاخص الفترات الاخيره كان بيلعب مساك على طول. انما اكرم عنده الحته دي اكرم من اللعيبه الكويسه جدا، عنده سرعه وعنده غل وبيعرف يدافع بشكل كويس وعنده الحته الهجوميه برضو. في ناس اقترحوا حسين الشحات. وحسين يلعبها؟ حسين يلعب. مش قلقان منه دفاعيا؟ هي دفاعيا دي اللي هتبقى مشكله. بس حسين لعبها كتير يعني. حسين لعبها في المقصه. اشتغلها سنين مع كابتن ايهاب. انما ادام انت عايز تدافع بشكل كويس وعايز تطلع باقل الخسائر ان شاء الله، على الاقل لو ما قدرناش نكسب ترجع متعادل، يبقى على اللي ممكن تلعب مين؟ اكرم توفيق. تمام. ووسط الملعب ما فيش غير طبعا السوليه ديانج. ان شاء الله لو قفشه جاهز يلحق. دول الثلاثه بتوع نص الملعب. وعندك طبعا هيبقى
شريف، ويبقى عندك طاهر مثلا. طاهر عندك فوق كتير بقى يعني، عندك شريف، طاهر، صلاح محسن. مع العلم انا نفسي صلاح يلعب زي ما انا جيت معاك قبل كده برضو اتكلمنا على موضوع شريف هيل. والحمد لله برضو كان كان رأي انا اللي تمام يعني يعني. فاتمنى طبعا برضو، انا بقول لك صلاح من نوعيات اللعبة كويسة جدا، وراجل عنده حلول عنده، وانت محتاج الاطراف في المباراة اللي زي دي، لان انت مش هتشتغل جيم مفتوح، لا تلعب اكيد من نص ملعبك او اشتغل زون ديفنس، فاكيد انت محتاج السرعات. طب عايز افتح معاك موضوع تكتيكي وفني، وانا عارف ان انت دماغك مفتوحه قوي في القصه دي، وانت اكيد متابع اليورو كمان. اكيد اليورو السنه دي معظم المنتخبات بتلعب بثلاثه، رجعوا تاني لفكره الثلاثه 3 4 3 ما جاش في بالك في مره انه الاهلي يلعب الطريقه دي وعنده الامكانيات؟ يعني لو تخيل حسين الشحات بادوار هجوميه وفي ثلاثه ورا، علي معلول بادوار هجوميه وفي ثلاثه ورا، فانت كمان هتشيل من علي معلول الادوار الدفاعيه اكتر زي ما هتشيلها من حسين الشحات، وتبقى الصوره عندك ايمن اشرف وبدر بنون وياسر ابراهيم معاهم او رامي ربيع مثلا في الثلاثه اللي ورا. ما جاش في بالك؟ انا دايما بقول هو ليه موسيماني ما فكرش فيها وعنده حسين الشحات وعلي معلول تحديدا؟ بص نسبه الاجنبي هي طريقه جامده جدا. طريقه 3 4 3 دي اولا بتديك لو وممكن تمشي مع نادي الاهلي او مع الراجل ده، لان الراجل ده بيحضر من تحت صح، وعايز يشتغل الكوره، عايز يبدا تحضير من تحت، وبيشتغل على حته الاستحواذ صحيح، فدي تساعدك. بس انا هقول لك للامانه يعني، وانا كنت من ضمن اللعيبه، معظم اللعيبه المصريين صفر تكتيكيه. احنا انا بكلمك بمنتهى الامانه، احنا فعلا انا يعني كنت لعب كوره وكان بيجي لنا ناس وبنشتغل معاه وبنفهم وبنحاول نطلع اللي عندنا، وما زلنا بنتعلم. وجيت قعدت على الكرسي بره برضو بشتغل برضو تكتيكيا مع الناس اللي بتقابل معاها وبشوفها، برضو مش بقوه الناس اللي بره، بره مختلفين جدا. وبعدين معظم المنتخبات دي اكيد الراجل او يعني اي مدير فني شغال بره مع اي منتخب بيشتغل بالطريقه دي، هو بقى له فتره شغال عليها، فانا مش هاجي في يوم وليله اغير طريقه لعب. والله كابتن محمد ما بيبقاش بقى لهم فتره ولا حاجه، ده تلاقي منتخب كان بيلعب اربعه فجاه تلاقيه لعب ثلاثه. لازين الدين زيدان السنه اللي فاتت مع ريال مدريد اشتغل، كان بيلعب ماتش 4 وماتش 3 وماتش 3 وعشان كده الماتش فاهم، انت بتقول خدنا على دماغنا دي قصه ثانيه. يلا بس يعني كان الظروف كلها صعبه، مش بس التشكيله يعني، عشان زيدان كان زيدان عمل الكلام ده عشان كان غيابات كتير. عنده فرقه يعني نص فرقه خط الدفاع بالكامل كان دايما غايب، نص نص فرقه غايبه صح. انما انا بقول لك الراجل ما نقدرش نحكم عليه، او انت تقدر تقول له نبدا نشتغل. يبقى انت بتقول لي ان المشكله هتبقى في 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 استيعاب اللاعبين. بالظبط يعني انت ممكن تعمل خطه على الورق شكلها حلو زي ما انا قلت لك كده، شكلها حلو على الورق، على الورق جميل جدا، ممكن اقعد اقول لك الثغرات اللي هنا صح، ونقط الضعف اللي عندك اللي هنا صح، بس انت هتعرف تنفذ ولا مش هتعرف؟ دي الاهم. اي مدير فني معاه قماشه كويسه، حتى لو مدير فني 50% هينجح. مدير فني 100% ومعاه لعيبه مش قوي صح، خلص الكلام صح، مش هينجح صح. فانا بقول لك مش هاجي في يوم وليله ابدا اغير الطريقه. موسيماني بقاله فتره يا شغال 4 3 3 يا 4 2 3 1 صح، ساعات كان بيلعب اتنين في بعض او ساعات 4 4 2 كان لعب ماتش بتاع الهلال وماتش فيتا كلوب اللي كسبه، فهو ما اشتغلش بالطريقه دي من ساعه ما جه صح. فبلاش المجازفه، ومجازفه قدام الترجي، قدام الترجي وبعدين ده بره ملعبك، فاحنا مش عايزين مفاجآت، خلي الامور تعدي على خير باذن الرحمن صحيح. فانا بتكلم هي اقرب طريقه، وطريقه 4 3 على فكره من افضل الطرق لاي مدير فني عايز يشتغل. اولا فيها زياده عدديه كويسه جدا في الناحيه الهجوميه، وبتعرف تدافع بشكل كويس هايل جدا يعني. انت بتقفل نص ملعبك، لما بتيجي تدافع على الاقل بتدافع بخمسه صحيح، وعندك الاربعه اللي ورا، بينزل الهافين او الاثنين الفراوده الاسترايكر اللي بره، ومعاك الراجل الاسترايكر الصريح، وبتقفل بخمس لعيبه في نص الملعب صح. دي هتديك زياده عاديه وانت بتدافع بشكل كويس، وحتى لما تيجي تقطع الكوره هتعرف تستحوذ بشكل كويس، لان اتخن فرقه في الدنيا هتيجي تهاجم بكام؟ سبعه لعيبه، ثمان لعيبه، انت برده ليك الزياده. فدي من افضل الطرق برضه اللي يقدر يشتغل بيها. فخليه على نفس السيستم بتاعه، على نفس ما تلخبطش دلوقتي بالظبط، ما ينفعش. طيب عايز اخدك للمنتخب الاولمبي، رايك ايه في المنتخب الاولمبي في الماتشين وديين قدام جنوب افريقيا؟ التشكيله الشكل بتاع المنتخب الاولمبي، انت متفائل في الاولمبياد؟ حاسس ان احنا عندنا تشكيله كامله ومميزه؟ وبعد كده هسالك على الثلاثه. لا انا متفائل جدا، متفائل جدا يعني الجيل ده بيفكرني بالجيل بتاعنا، وممكن يكون اقوى كمان ما شاء الله. جيل مميز. جيل مميز جدا، وكابتن شوقي ما شاء الله يعني، يعني هو حنكه في الاجيال دي، في الاجيال دي بالاخص صح. يعني احنا قعدنا معاه حوالي السبع سنين منتخب ناشئين بالمنتخب الاولمبي، يعني برضو زي ما بقول لك احنا غزينا العالم بمعنى صح. طبعا نفس الحكايه في الجيل ده ما شاء الله، يعني حدث ولا حرك في كل خط،
انت بتتكلم فوق عندك كان مصطفى ولا احمد ياسر ولا صلاح محسن صح نص الماء ولا رمضان انت بتتكلم في رمضان بقى وطاهر وعمار لا 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 يعني جيل محترم طبعا. جيل محترم وبالاخص عندنا احنا في السن ده احنا بنبقى اقوى شويه وان شاء الله لا كابتن شوقي يقدر يعمل حاجه في مش قلقان لا 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 خالص. طيب على ضوء ان انت بتقول التشكيله كلها رائعه, شايف المنتخب محتاج 3 لاعبين كبار؟ ولو محتاج 3 لاعبين كبار شايف مين الاسماء اللي انت من وجهه نظرك محتاجها خطوط المنتخب؟ هو طبعا يعني خلاص يعني هو انا كنت اتمنى طبعا يبقى في الشناوي موجود فهو للاسف بشرط عشان النادي الاهلي ولو حصل نصيبه ووصل نهائي افريقيا هتبقى الموضوع صعب. فالمتعه عندك دلوقتي انت محتاج فعلا مساك يعني مساك كويس مساك خبره كويس ان هو ضم حجازي. نص الملعب انت محتاج طارق حامد لاعب مسمار وخبره وقائد. يبقى مع اكرم توفيق ولا اكرم توفيق يبقى ده؟ خد بالك انه كابتن شوقي معظم الوقت بيلعب بواحد بس بواحد ما عشان كده لازم طارق مميز في الحته دي صح. طارق يعني انت لو تاخد بالك حتى في نادي الزمالك الفترات الاخيره كل الزيادات لمين؟ لفرجاني هو اللي ثابت صح هو اللي واخد الثانيه على طول طارق حامد هو اللي بيبدا وبيحضر مع اللعيبه. فالكابتن شوقي محتاج النوعيه دي صح. عايز اللعيب اللي عنده ثبات انفعالي بيدافع بشكل كويس خبرات كبيره جدا عنده مجهود بدني عالي جدا. فطارق ما شاء الله مميز في الحته دي فانت محتاج لان كابتن شوقي انت بيلعب بديفندر واحد فانت محتاج عشان تقفل نص ملعبك او انت اي هجمه جايه عليك يقدر يعطلها لك صح. فطارق من الناس اللي تقدر تشتغل في المكان ده بشكل كويس. انما الجزء اللي فوق ما اعتقدش لان انت عندك يعني معظم بيلعب في الدوري الممتاز صح. هتاخد مين الا بقى لو صلاح جه الا لو صلاح ده مكانه لا 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 خلاص ما الموضوع منتهي وصلاح صعب يعني صعب يجي واحنا قلنا الاولويه للمنتخب الاول طبعا حته ان انت تجيب حد في الجزء اللي فوق هتبقى صعب مش محتاج فانت ممكن اتنين لعيبه عشان ما تظلمش حتى باقي الجيل ده ما انت برضو انا كلاعب كبير هاجي ما هاخد مكان حد صح والحد ده تعب كمان قايمه قليله جدا والقايمه قليله في 18 لعيب و4 اللي بره لاي ظروف خارجه وبعدين انا بقول لك اللعيب اللي لعب ده ما هو اللي صعد اللي خد البطوله هنا هو اللي صعد لطوكيو. ما كل اللعيبه هم لعيبه في النهايه لعيبه مصريين كل واحد فيهم هنحتاجه يفيدنا بالظبط فيما بعد مش مشكله بقى انا اقصد يعني دايما انا حتى في القصه دي عشان دايما نقطه خلافيه والله صغير كبير عمل انجاز ما عملش طب ما هو ان شاء الله يعني لو حد كبير دخل على المجموعه دي ما هو ممكن يساعد المجموعه دي ان هم يعملوا انجاز وهكذا يعني وضع طبيعي معاك كلنا بنشارك بعض يعني انا معاك في اللي انت بتقوله بس انا بتكلم ايه يعني هو حق مكتسب يعني انا تعبت من البدايه مفهوم طبعا فدي بتبقى برضو ايه عشان ما تعملش حساسيه بين اللعيبه وبعضها مفهوم طبعا لان دي بتبقى بص يعني ايه يعني انا بتكلم ايه برضه حته الحرمانيه او حته ان انت ظلمت حد مش عايزين الظلم ده يبقى قاعد انا قاعد بفرج عليك قاعد بحاسبن عليك لا ده انا عايزك تبقى انت قاعد بره مطمن ومبسوط ان منتخب بلدك بيعمل حاجه محترمه وهيشرفك في طوكيو. في بعض الناس رشحوا بالمناسبه اسم قفشه انه يبقى موجود في المنتخب رايك ايه تعلق الفتره الاخيره وابداع وشغل يعني بص قفشه لا غبار عليه لا غبار عليه حاجه كده فاكهه صغيره كده في نص الملعب بس احنا متفقين تماما ان مفيش لعيب من النادي الاهلي هيروح الفتره الاخيره لا يعني انا بقول لو ظروف سمحت ليه لعيب من النادي الاهلي موجودين طبعا ما هو يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله الاهلي يصل نهائي دوري الابطال ويفوز بالبطوله باذن الله يعني ان شاء الله بنقول لو لا قدر الله يعني بس لو في لو في امكانيه متاحه قفشه انت شايف انه ليه مكان لا طبعا ليه مكان ده وصله يعني زي ما بقول لك ايه وصله ربط بين الخطوط بعضها حل مفيش حد بيعمل في الدوري المصري اللي بيعمله قفشه هو وفرجاني قفشه وفرجاني والله الله سعيد وعبد الله بس احنا انا عمال اديك في اسمي لا 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 الاثنين دول اوباما بص انا بعشق اوباما وبعشق عبد الله يعني في الفترات الاخيره بالاخص بما يرضي الله ساعة ما راح بيراميدز تحس ان اتبدل برضه مع العلم ان يعني ايه مش واخد حقه اعلاميا شويه في الفتره الاخيره يعني شايف انه في بيراميدز افضل مكان في الاهلي في الاهلي حاجه وبيراميدز حاجه لا انت تقييمك انت بتقولي تحول هو بيلعب باريحيه هقول لك على حاجه بيراميدز ما فيش جماهير مفيش ضغوط نادي الاهلي انت مطلوب منك مع كل لمسه لازم تطلع صح واللمسه ما ينفعش يبقى فيها غلط ما ينفعش فيها غلط صح فانت بتلعب باريحيه اتقطعت ما اتقطعتش فعبد الله بيمتع نفسه دلوقتي فراحه البال حلوه صح راحه البال دي هتديك المتعه اكتر صحيح فممكن يكون الوضع اختلف مع عبد الله في الفتره الاخيره انما انا بكلمك في اثنين فعلا حلول لفرقتهم وقت ما تبقى الدنيا مع قربة يدوروا عليهم هيحلوا لهم الدنيا كان ساسي هنا في الزمالك او قفشه في نادي الاهلي الاثنين فعلا عندهم يعني حلول رهيبه وبعدين الكره سهله في رجليهم مش مع قربة مش اللاعب اللي قاعد لك وعلى طول هو تلاقيه
رايح يجيب الكوره وعايز يلعب ويلعب الناس، فدول من افضل الاثنين في الدوري المصري فعلا اللي كان تقدر تحل بيهم اي مشاكل. ففعلا قفشه لو متواجد او متاح ان انت كان يقدر كابتن شاوي ياخده يا ريت، كان لازم طبعا. طيب الدوري اخدك ليه، وهبدا معاك في الدوري بالاسماعيلي. الاسماعيلي برضو حاله تبدل الحمد لله مع كابتن ايهاب جلال الدور الثاني تحديدا، مع كابتن ايهاب جلال وقبل الكابتن ايهاب جلال، هنقول ما قبل كابتن ايهاب جلال وما بعد الكابتن ايهاب جلال، الحال تغير تماما. ايه اللي حصل في الاسماعيلي في الفتره الاخيره عشان يبقى واحد من افضل فرق الدوري في الفتره الحاليه؟ بص اقول لك على حاجه، كابتن ايهاب له غبار عليه، بيعرف يلم الناس كويس، ومن المديرين الفنيين اللي عنده جرأه غير طبيعيه، وبيعرف يحتوي اللعيبه وبيعرف يطلع اللي عندك ويعرف يقنعهم بافكاره كل حاجه. يعني هو ما شاء الله عليه مميز في الحته دي، غير طبعا شغله اللي واضح على اي فرقه بيروحها. صح، يعني ما شاء الله، يعني انت تشوف فعلا الاسماعيلي مع العلم ان هو نفس اللعيبه. مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي حصل في نادي الاسماعيلي فعلا اللي كان المفروض تحصل من بدري، الناس الكبيره رموز النادي، تكاتف ولاد النادي في ايد بعض، مجلس الاداره حسوا بالخطوره، حسوا بخطوره، يعني بخطوره الموقف. انت فعلا فرقه كانت رايحه في خبر، كان صح. انت من ضمن الناس اللي كانوا مهددين بالهبوط. صح. فالفتره دي فعلا تكاتف الناس كلها مع بعضها، كانت اداره، جهاز فني، لعيبه، جماهير. صح. قبل اي حاجه. صح. لمت الدنيا. فكل الكلام ده زي ما بقول لك ايه، المنظومه مش ايد لوحدها، مش لعيبه ولا جهاز فني ولا اداره، هي المنظومه شامله بعضها، كان جماهير، اداره، جهاز فني، لعيبه، كل الناس دي تكاتفت مع بعض ووصلوا وحققوا اللي انت شايفه دلوقتي. فعلا هي نفس اللعيبه. بس زي ما بقول لك كابتن ايهاب ما شاء الله عنده القدره انه يطلع من كل لعيب احسن ما عنده، فعلا ده اللي حصل في الفتره الاخيره. فخر هو فخر، ولا صادق هو صادق، ولا شكري نجيب خالص، مش دول اللي كانوا مدينين. اقول لك على حاجه، يعني انا بالنسبه لي انا شكري، شكري اساسا من يعني من بنها عندي، وابوه الله يرحمه كان صاحبي جدا. شكري كل ما يطلع اعاره يكسر الدنيا بره. صح. يرجع الاسماعيلي مفيش. صح. اكن في معمول له عمل زي ما بيقول. صح. شكري مع كابتن ايهاب حاجه، واحد يعني من افضل لعيبه الدوري دلوقتي جدا، واحد من افضل لعيبه الدوري جدا، يعني ما شاء الله. تتكلم على شكري نجيب ومنتخب مصر، لا لا لا, لا. حاجه محترمه، يعني مستوى ثابت جدا. ما انا بقول لك ايه بقى المشكله بقى في الناس اللي بتيجي. انا كمدير فني انا محتاج منك ايه؟ زي ما انا عايز منك انك تأدي لي احسن مع احسن حاجه عندك، لازم اعاملك بشكل كويس. صحيح. لان هي كوره مش خناقه. صحيح. احنا بيننا وبين بعض ود، كلمه كويسه، هي ما بتجيش الا كده. المعامله النفسيه قبل الشغل الفني طبعا، لازم اعاملك نفسيا وهيئك للي انت هتأديه لي ده قبل ما تنزل الملعب كمان. فكابتن ايهاب عنده الحته دي، بيشتغل عليها بشكل كويس. منور طبعا التوفيق، ويا رب تكمل على خير ويفضل نادي الاسماعيلي اللي احنا كنا متعودين عليه من سنين. يعني الاسماعيلي كان عنده موقف صعب وطلع منه نسبيا الموسم ده. الناحيه الثانيه وفريق انت اشتغلت معاه كتير جدا، انتاج الحربي، موقف صعب ومش عارف يطلع منه، يعني يمكن من اكتر الفرق اللي بتعاني الموسم ده، ويمكن هي بقت اقرب الفرق للهبوط، هو فريق الانتاج الحربي. ايه اللي بيحصل في الانتاج؟ وانتاج كان محتاج ايه عشان ما يبقاش في الوضع ده؟ مش هيطلع. مش هيطلع. لا خلاص، الامور منتهيه. لا لا لا، الامور منتهيه. بص يعني هقول لحضرتك على حاجه، اولا انت ما دعمتش بشكل كويس خالص طبعا، ودي كانت الغلطه طبعا. مشيت عناصر اساسيه عندك وما وعلى الاقل ما جبتش البديل الكويس او الاقرب، يعني بالظبط، او المناسب اللي يقدر يشتغل بالطريقه المناسبه اللي انت تشتغلها. في بدايه الموسم انت ما ساعدتش كابتن مختار، ما حدش ساعده فعلا. صحيح. ودي كانت يعني انا اول مره طبعا بقولها، كانت غلطه ان الكابتن كمل في البدايه، لانه فعلا كان لازم يعترض على اللي بيحصل ده. قعدت تمشي وما جبتش حد. طب انت هتلعب بمين؟ وقد كان حتى اللي هيجي اللي جه بعد الكابتن اتظلم. كان كابتن حماده هيتظلم، كابتن كشري دلوقتي مظلوم. ما هي القماشه اللي موجوده كده، مش تقطيع في اللعيبه، بل هي خلاص دي امكانيات اللعبه المتاحه بالمقارنه بالامكانيات اللي موجوده في باقي الفرق. بالظبط. دي امكانيات اللعبه المتاحه. واللي انا بسمعه ان خلاص، يعني مع العلم ان بيقول لك مجلس الاداره هناك، بصراحه انا اشتغلت في النادي حوالي 5 سنين، ما فيش جنيه بيتاخر. صح. وناس محترمه جدا. صح. مكافئات وبتترفع حتى في الفترة الأخيرة دي عشان يدوم حافز انه يحاول يكمل. بس اللي بيجيلي من بعض الناس هناك ان اللعبة رمت الفوطة. رموا الفوطة خطيرة، ودي اخطر حاجة طبعا. خلاص بقى مفيش هدف بلعب عليه. فخلاص انا بلعب بقى زي ما اقول لك ايه، بسوق نفسي. فدي اخطر حاجة. فعشان كده انا بقول لك مع العلم ان الدور الثاني لسه،
ولو انت خدت بالك ممكن عدد اللبنات قريبه من كام فرقه يعني ممكن لو شدوا حالهم شويه 3 4 ماتشات على التوالي تلاقيهم عدوا ناس يقدروا انما اصعب حاجه ان لعيب الكوره يرمي الفوطه دي انتهت خلاص خلصت خلص. مفيش اي مدرب يقدر يتعامل معاها خلاص والله لو عملت اللي لو عملت ايه لو جايب عصايه سحريه معاك وعايز تعمل حاجه واللعيبه دي مش عايزه خلاص صحيح وفعلا ده اللي بيحصل مين بقى الفريق اللي السنه دي فريق او يعني مش فارق لافت نظرك فيه الدوري يعني شايف انه شغله الفني ومجموعه اللاعبين عامل شغل حلو في الدوري السنه دي والله في كذا فرقه يعني في سيراميكا ماشي بشكل كويس المصري مع كابتن علي برضو حاجه محترمه يعني سموحه مع كابتن احمد سامي لا في كذا فرقه فعلا يعني وانا بتكلم بالاخص على سيراميكا يعني عندهم عين كويسه جابوا كواليتي لعيبه محترمه صح قدروا يولفوا لعيبه تمشي مع كميتها تمشي مع بعض فعشان كده ظهر بالمستوى ده حتى في وجود هيثم كان عامل شغل ما شاء الله هيثم شعبان عامل من الناس المحترمه ومدرب محترم وحاجه تفرح وان شاء الله طبعا. يعني ربنا يكرمه في اللي جاي ومعاك كابتن دلوقتي الكابتن جاي السيد اه وتكمله لسه هكلمك على كابتن ضياء طبعا خبره وحدث ولا حرج على كابتن ضياء ماشيين بشكل كويس قوي طبعا. ففعلا فرقه محترمه ومنظومه محترمه زي ما بتكلم معاك سموحه الفرقه الوحيده اللي ما خسرتش لحد الان باستثناء مباراتين الزمالك صح يعني ماشيين بشكل كويس جدا كابتن علي من الناس اللي انا برضو بعشقها في التدريب ما شاء الله عنده جرأة وبيلعب اي حد ومش في دماغه مين اللي قدامي يعني صح. يعني انا قاعد بفرج على ماتش المصري والزمالك اكني قاعد بفرج على ماتش في دوري اوروبي مثلا من اجمل المباريات اللي اتلعب فمن الناس فعلا وبامكانيات قليله وبكواليتي لعيبه مش بنفس كواليتي مثلا نادي الزمالك والنادي الاهلي بس بيقدموا كره كويسه مين افضل مدرب لحد دلوقتي شفته انتوا اشدت بالكابتن علي ماهر بتشوفوا افضل مدرب موجود في الدوري المصري حاليا لا عشان ما اظلمش في كتير يعني اسماء كتير في يعني في كابتن ايهاب طبعا ايهاب جلال كابتن علي كابتن احمد سامي كابتن ابراهيم بسوني عامل شغل كويس جدا مع طلائع الجيش يعني لا في مدربين كويسين طيب عندنا ما شاء الله وانا بسالك على افضل مدربين في الدوري المصري انت ما جبتليش سيره موسيماني ولا كارتيرون لا احنا بنتكلم على المصريين طيب. انا سالتك على الدوري المصري بس رايك في موسيماني وكارتيرون كمقارنات بتحصل بينهم دايما مين انجح مع لا سيبك من انجح عشان برضو الانجح لا لو انجح يبقى موسيماني الموسيماني ماشي موسيماني. بشكل كويس والبطولات كتير بس الشغل الفني اللي بيعمله كارتيرون والشغل الفني اللي بيعمله موسيماني مع النادي الاهلي شايف مين ماشي بشكل افضل مع فريقه بص انا بيجي لي وقت من الفترات ببقى قاعد متجنن من موسيماني ان انت بيبقى معاك اللعبه دي ويعني هكلمك على اخر مباراه اللي هي مثلا كان بتاع سان داونز هناك انت ليك انت رايح لهدف معين بس برضو انت مش ضامن يعني انت رايح انا بشتغل جيم دفاعي وبشتغل جيم دفاعي بحت يعني لولا كوره ياسر ابراهيم اللي هو الجون الاولاني انت معرض ان انت تتلط فمش طول الوقت مش طول الوقت ان هدفها 90 دقيقه ومش طول الوقت الكوره هتخدمني وساعات بيجي له كده حاجات يعني بيقدم لنا كوره مش طبيعيه غير كارتيرون برضو يعني مدرب واقعي باستثناء انا بصراحه كانت الواقع ليا يوم مباراه الاهلي والزمالك ان انت فعلا انت نازل الان او انت بتشتغل على ماتش السوبر ان انا بشتغل على زون ديفنس من نص ملعبي وبقفل واشتغل على الهجمه المرتده مش كل مباراه تخدمك انما الاثنين يعني شغالين بشكل كويس كان هنا او هنا بس لو هتيجي مقارنه بقى بالمدربين المصريين انا بالنسبه للمدربين المصريين اتفوق عليهم ليه موسيماني وكارتيرون هكلمك انا ليه فنيا وماديا وكل حاجه انت متوفر لك هنا او هنا لبن العصفور فلوس متاحه لعيبه اعلى لعيبه في مصر كان هنا او هنا تعالى اتكلم بقى على كابتن احمد سامي او كابتن علي ماهر او تتكلم على كابتن ضياء السيد او كابتن احمد سامي فرق كواليتي اللعيبه اللي هنا واللي هنا مش يعني مع كل احترام لعيبه باقي الانديه مش زي لعيبه النادي الاهلي او نادي الزمالك مش زي ال اقول لك ايه اللي ظبطات عليهم على طول انا بتكلم هنا اعلاميا اهلي زمالك صح. ببقى ناسي مصري ناسي سموحه ناسي اسماعيلي ناسي انما كل حاجه متاحه بالنسبه لهم انما تيجي تشوف شغل الناس دي يعني كابتن علي ماهر ما شاء الله تقعد تتمتع وانت بتتفرج على الفريق المصري طبعا. نفس الحل كابتن ايهاب جلال تقعد تتمتع يعني الراجل شغال في ظل الظروف اللي كانت في نادي المقصه صح. وكلنا عارفين اللي بيحصل في نادي المقصه دلوقتي وبرده شغال وما فيش مشكله كابتن احمد سامي وكابتن عماد النحاس بالظبط عماد النحاس كمان عامل وكابتن خالد عيد عامل معجزه ده يعني دي من المعجزات بصراحه صحيح انت ما جبتش لعيبه من كابتن خالد عيد يعني ما شفناش حد في نادي غزل المحله
حد مميز او او لاعيبه مثلا في الدوري الممتاز راحت هناك. لازم محل صح. انت جاي من الدرجه الثانيه عامل شغل كويس جدا صحيح. يعني كابتن خالد برضو عشان كل احترام ليه طبعا بفكر معاك عشان ما ننساش حد يعني. بفكرك عشان تدي كل واحد فما شاء الله على كابتن خالد عيد برضو عامل شغل كويس السنه دي قوي عامل اداء رائع جدا. طيب في فريق انا مش عايز ننساه بقى في وسط حديثنا ده كله عشان هو بصراحه عامل شغل عظيم انا جداً. ناسي عشان بس ده حبيبي الجونه الجونه رضا ما شاء طب الله رضا كابتن رضا شحاته طبعا رضا ما ينساه عشان عامل شغل كمان عظيم. في فريق عامل شغل رائع جدا للسنه الثانيه على التوالي في الكونفدراليه الافريقيه بيراميدز عامل اداء مميز جدا, جداً. في الكونفدراليه تحسن عن بدايه الموسم كانت النتائج مهتزه في بدايه الموسم وبدات النتائج تتحسن في الفتره الاخيره. ايه اللي كان ناقص بيراميدز عشان يتحسن؟ وهل انت شايف ان بيراميدز الان قادر انه يفوز بالكونفدراليه ولا ممكن يوصل النهائي زي السنه اللي فاتت ويخسر؟ ده ان شاء الله ممكن يكسبه ممكن يعني ان شاء الله هياخدوها السنه دي باذن الله. بس انا اقول لك على حاجه قولي. المشكله في بيراميدز ان اللعيبه هي اللي بتحكم اللعيبه هي اللي بتسوق. يعني ايه؟ مفيش رابط هناك مفيش اداره حازمه. انا بكل الامكانيات اللي بيراميدز دي انا كان زمانهم خدوا دوري وكاس عالم انديه لا يعني مبالغ رهيبه وفلوس رهيبه وانت جايب لعيبه كبيره جدا. انت معلش انت بتتكلم في الشريف كان احمد فتحي عبد الله رمضان إيريك تراوي جون انطوي علي جبر بقى علي جبر وعمر جابر يا احمد ايمن منصور محمد مجدي لا فرقه تقيله محمود حماد فرقه تقيله وان انت تبقى ماشي بالمستوى ده في الدوري لا يبقى في حاجه غلط. عشان كده بقول لك الواضح كده ان اللعيبه هي اللي سايقه لان اللعيبه لما بتبقى عايزه بتشتغل وبتوصل اللي هي عايزاه. لما بتريح او بيحصل اي حاجه انا ما اعرفش اي حاجه فعلا يعني انا بعيد تماما عن بيراميدز بس انا بقول لك الواضح انت بتقول قرايتك للي بيحصل بالظبط اللي انا شايفه اللعيبه هي اللي بتسوق يعني ما فيش حد حاكم يعني مش نادي الاهلي مش نادي الزمالك بيراميدز ممكن السنه دي ينافس اهلي وزمالك على الدوري؟ لا صعب صعب ليه حسمت الزمالك بعيد وبعدين نتائجه متذبذبه في الدوري انت شويه فوق وشويه تحت يعني مع كل الاحترام انت خسرت من سيراميكا 4 يعني سيراميكا قالب به السنه دي دوري ممتاز مهما يكون اللعيبه اللي متواجده او اللعيبه دي عندها كم خبرات في الدوري الممتاز كان ابراهيم من الزمالك مش عارف صالح مهما يكن بس انت برضه عندك تشكيله عظيمه عنده تشكيل جامد يعني انت بتتكلم يعني كان عبد الله ولا انطوي ولا تراوري لا 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 يعني فرقه تقيله وان انت تبقى ماشي في الدوري بالشكل ده يبقى في حاجه غلط انما عشان تقول لي انافس على الدوري السنه دي لا صعب. كابتن ايهاب جلال بمناسبه كابتن ايهاب جلال محتاج قد ايه مع الاسماعيلي او محتاج يقعد قد ايه مع الاسماعيلي عشان ينافس ده على دوري؟ هو كان بينافس على دوري قبل كده مع مصر المخاصه يحتاج قد ايه مع الاسماعيلي عشان ينافس على الدوري؟ بص المنافسه مش كام قد ايه المنافسه حاجات كتير انت هتدعمني بشكل كويس هتاخر لي مستحقات لعيبه انتقالاتي هتبقى في ظهري كابتن ممكن لو انت عملت فرقه كويسه يعني جبت لي كام لعيب او على احتياجاته هو ليه لا ان السنه الجايه تلاقي نادي الاسماعيلي ينافس السنه الجايه طبعا يقدر طبعا عندك كواليتي عندك مجموعه لعيبه كويسه بس انت محتاج عناصر في كام مركز يقووا لك الفرقه يعني زي ما بقول لك ايه خلاص بقى الشكل اكتمل ليه لا ما ينافس السنه الجايه عادي يقدر يقدر ما يقدرش ليه كابتن ايهاب ما شاء الله مدرب محترم مدرب كبير وعنده الحنكه وعنده خبره عاليه جدا في الدوري الممتاز ويقدر ينافس ليه تقدر تقول لي مين يكسب الدوري السنه دي؟ السنه دي؟ ده لو كمل لو كملوه المفروض يكمل ان شاء الله يكمل ده لو كملوه ان شاء الله يكمل ما ينفعش ما يكملش ان شاء الله يكمل صعبه برضه هتبقى صعبة. الزمالك ماشي بشكل كويس والاهلي برضه ماشي بشكل كويس وفرق برضه اللبنات مش هو الطبيعي انها صعبه تتحسم دلوقتي لا دلوقتي صعب طبيعي جدا الاثنين قريبين جدا من جدا بعض. صحيح انت بتتكلم في 4 بونت مش لا 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 صعبه جدا ده مباراه كابتن محمد عبد الله انت حقيقي دايما بتشرفني على طول حبيبي شرفتني ونورتني واستمتعت جدا بالحوار ربنا يخليك يا رب استنى حبيبي يا كابتن كريم ده كان لقاءنا مع النجم كابتن محمد عبد الله بعد الفاصل هيكون معايا احمد عطا وكلام كتير عن اليورو خليكم معايا يا اهلا بحضراتكم مره اخرى دي الفقره اللي انتم بتستمتعوا بيها جدا دي الفقره اللي دايما بيبقى فيها ضيف انتم كمان بتستمتعوا بيه جدا هنتكلم عن اليورو هنتكلم على مباريات الامس في اليورو هنتكلم كمان على مباريات النهارده اللي في منتهى القوه في
اليورو مع واحد زي ما قلت لكم بتستمتعوا بيه دايما، هو صديقي العزيز احمد عطا. يا احمد صباح الفل عليك. صباح الفل كريم، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. هسألك سؤال الاول سهل جدا، هو اليورو لحد دلوقتي ممتع؟ لا، دايما بيكون في تدرج في المستوى دايما. اول ماتش دايما بيكون في اي بطوله في العالم وبطوله مجمعه دايما بيكون في دايما تحفظ، برضو في احيانا بتبقى فريق التصنيف الاول بيلعب فريق التصنيف الرابع، فالفريق التصنيف الرابع بيبقى خايف جدا، وفريق التصنيف الاول برضو مش عايز يتعرض لمفاجآت بتعمل له هزه كبيره. ما تنساش ان المانيا مثلا كان بطل العالم في 2018 اتغلب من المكسيك، فالخساره بتاعت المكسيك دي صحيح ان هي ما كانتش المعبر، قصدي مش كانتش السبب الرئيسي في الخروج، لكن في النهايه المانيا اتهزت جوه البطوله، فانت مش محتاج تتهز خصوصا ان انت عندك احسن توالي، بالتالي التعادل حتى مش هيضرك قوي لان انت في الاغلب ضامن التاهل. امبارح مباريات كتير قوي، تشيك اسكتلندا، تشيك كسبت 2-0 وهدف رائع جدا لباتريك تشيك، وبولندا خسرت من سلوفاكيا 1-2، واسبانيا تعادل سلبي مع السويد. اسبانيا امبارح تعادل سلبي مع السويد، واسبانيا كانت قريبه جدا من الفوز. الاول ثلاث مباريات هايلايت بسرعه، الثلاث مباريات طبعا. طبعا جون باتريك شيك ممكن يكون مش افضل هدف في اليورو، ممكن يكون افضل هدف في السنه، يعني محتمل جدا ان ينافس على جائزه بوشكش. خد بالك هي الكره دي اتعملت كتير، انك حد يشوت من وسط الملعب وتخش جون، ده عادي، بس هي فكره التصويبه وسرعتها واللفه اللي لفتها هي اللي خلت الكره كمان شكلها حلو فعلا. اللفه بتاعت الكره دي من الزاويه الورانيه كانت تحفه، يعني خلت احساس بالجون جميل قوي. طبعا جماهير الزمالك جابت جون شيكابالا في الشرطه، جون حلاوته في السرعه برضه طبعا، بمناسبه السرعه، لكن اللفه دي ما كانتش موجوده، لكن جوان جميله وبنستمتع بيها وخلت المباراه امتع، رغم ان اسكتلندا في رايي كانت افضل. يعني اسكتلندا كانت سيئه الحظ بصراحه. سلوفاكيا وبولندا، سلوفاكيا فاجئت بولندا برضه، الشوط الاول كانت افضل كتير، بولندا اتحسنت الشوط الثاني. طرد كريتشوفياك اللي بشوف ان هو كان قاسي شويه، حكم الروماني، اعتقد انه كان ممكن بولندا على الاقل تخرج متعادله، لكن اعتقد سلوفاكيا ما سرقتش الفوز برضه، قدمت مباراه كبيره جدا. حلو، اسبانيا والسويد بقى مباراه كنا متوقعينها تبقى ممتعه جدا. اسبانيا حاولت تقدم اداء ممتع، تمريرات وشغل الاسباني وشغل لويس انريكي المعروف، تمريرات كتيره جدا، اكبر عدد تمريرات يمكن في البطوله لحد دلوقتي، ولكن دون خطوره متكرره على المرمى، كان فيها هجمات خطيره بس مش متكرره على المرمى. واضيف عليها كمان اكتر استحواذ في تاريخ اليورو 85%. كمان لسه سامع منك دلوقتي. فرقم التمريرات كان قياسيه، ولكن الاستحواذ كمان اسبانيا كانت ماسكه الكره لوحدها بالظبط، فرقم عملاق. لكن كل حاجه كريم امام فرق زي السويد، فرقه بتدافع طول الوقت، اهم حاجه او اهم حاجتين على الاقل لازم تتحلى بواحده فيهم، السرعه والجراه. يعني اما انت عندك سرعه بتتنقل الباسز بسرعه مش لازم يكون فيها مخاطره كتيره، يا اما يكون عندك جراه سواء بالانطلاق بالكوره، مش طول الوقت انت قلقان الكوره تتقطع، وهنناقش الكلام ده طبعا بشكل مفصل اكتر. يا اما كمان عندك مخاطره في الباس، ان انت تمرر امامي وتقطع الخطوط، وده شيء مهم جدا بيهد دفاع اي فريق، وتغير لعب كتير، لان منتخب زي السويد واقف على نفسه، واقف على حلو بدنيا، لازم تهلكه بدنيا عشان تقدر تخلق ثغرات. تعال نشوف اسبانيا والسويد لعبوا ازاي امبارح. تمام، تعال نشوف اسبانيا. اسبانيا كان عندها مشاكل في بنى الهجم، يعني في تمريرات كتيره بس ما فيش وصول للمرمى طبعا كتير. هو انا عايز الاول اقول ان ليه اسبانيا اختارت اغلب الوقت الهجوم من الجبهه اليمنى مش من الجبهه اليسرى، الجبهه اليمنى اللي فيها ماركوس يورينتي وفيها فيران توريس وبيساعدهم كوكي. اعتقد ان تصوري ان ده طبعا توقع مش اكتر، ما تصرحش بيه لويس انريكي ان هو الراجل، عشان الراجل ده ايميل فورسبرج. ايميل فورسبرج هو لاعب اصلا بيحب يلعب الكوره، حتى كيكي ستيان ليه مقوله شهيره، يعني يقول لك ان لعيبه الكوره دخلت في مرحله الناشئين عشان بيحب يلعب الكوره مش يجري ورا الكوره. ففورسبرج لاعب مش معتاد قوي على المجهود الدفاعي كتير، فهتلاقي كتير اوت بوزيشن، دايما هتلاقي ماركوس يورينتي هو عايز الكوره في رجله، مش الكوره مش بيجري ورا وراها، فكتير كان هو اللاعب اللي ممكن يحتمل يكون ثغره لو يورينتي بيرفع راسه شويه بسرعه، ممكن تتلعب الكره ساقطه، يكمل كمل على طول، لو هو رفع راسه وفوت تتلعب كره ساقطه مثلا، بسبب كل ده بسبب ان فورسبرج ما كانش ضاغط على يورينتي من البدايه. فده تفسيري ليه كمل على طول هجمه، انه ليه كان اسبانيا بتحاول اكتر الوقت تهاجم من الجبهه اليمنى. اسبانيا كمان عايز اقول لك ان هي يعني اكتر حاجه كانت وهي بتهاجم الجبهه اليمنى زي ما بقول لك، لكن يورينتي كان في استخدام ليه مش بس كباك يمين، لا ده لاعب يتحرك اغلب الوقت في الهاف سبيس اللي ما بين قلب الدفاع والباك الشمال، دايما بيخلي المساحه في الران توريس، وكوكي هو بيلعب دور الباك يمين. طب ايه الفرق يعني؟ طب انا باك يمين، انا جبت واحد باك يمين مكانه، لا يورينتي اسرع بكتير من كوكي، بالتالي كان بيتم استغلاله في النقطه دي، وان كان لم يتم تكرار الموضوع بشكل كبير. بس انا هقول لك حاجه، انت اللي لفت نظري، انا كنت بشوف وانا بتفرج على المباراه امبارح لاحظتها كذا مره فعلا، لو انت الهجمه تبقى بتشتغل هنا
يورينتي يروح ضامم يقوس الحته دي ويجي مكانه كوكي زي ما انت قلت بالظبط. دي حقيقه فعلا. فانا حسيتها بقى، انا عكسك شويه، انا حسيتها انها اتعملت كذا مره يعني، انا خدت بالي اتعملت بس التكرار بقى الباس السريع اللي انا بقول اتعملت دي، ده اكيد ده طول الوقت صح. يعني على فكره فرق اسبانيا مشهوره بالموضوع ده يعني كتير قوي صانع الالعاب بيرجع هو مكان الباك عشان يطير الباك اللي قدام، بس بيكون على الطرف هنا بيطيره في العمق على سن فيران توريس، يعمل خلخله عموما. حتى في الهجمه اللي هنشوفها في اللقطه اللي جايه هتلاقي دايما في تنوع في المراكز، هتلاقي هنا فيران توريس، هتلاقي هنا ماركوس يورينتي، هتلاقي هنا كوكي كمل على طول. الهجمه دي كانت تعتبر مشروع هجمه واعده لان كان فيها تناقل للكره بسرعه، بفكرك دايما بالسرعه كمل على طول، هتلاقي في 1 2 3 باص على طول، لكن برده الكره بتقف واقفه مش تمام في لحظه كده، بيبقى باص مش يعني المفروض على طول يورينتي يوم ممرر على طول توريس، لكن خد الكره على بره ثاني فخرجت الكرة عن احتمالية الخطورة. الكرة هترجع لرودريجو اللي انا عايز اكلمك عنه بقى، كمل بسرعة كده، هتلاقي ان الكرة الباص غلط اتردت لرودريجو كمل كده على طول كمل. قول لي هنا المنطقي ان رودريجو باص الكرة لمين؟ المنطقي ان هو يباصي لبيدري، الراجل على طول رايح على الجول يعمل ايه رودريجو؟ يباصي تاني هناك. طب ليه المنطق يا رودريجو؟ ده اللي هيجري بقى. بتقول ايه؟ باصه فين؟ باصه هناك على عند جوردي ألبا. طب انت عندك هو بدا يقفل هنا، رغم ان انت كان ممكن بيدري يستلم الكوره ويروح يعمل خطوره مع داني اولمو. الحقيقه انه رودريجو كان احد نقاط الضعف في اللي انا بقول لك عليه، السرعه والجرأه، دايما عنده مشكله في السرعه والجرأه. تعال بقى نروح نشوف رودريجو بيعمل ايه. هنا مثلا رودريجو الكوره ممكن يباصي باصه واعده جدا لألفارو موراتا، وكوكي بيلمح له ان هو يباصي على الطرف، لكن بيرجع تاني يباصي لقلب الدفاع. هجمه راحت كمل على طول. برده هنا موراتا بيخلص الكره بشكل كويس قوي رودريجو، المفروض هو يباصي لبيدري، هيعمل ايه رودريجو؟ يطلع تاني على الباك كمل على طول، هتلاقيه بيطلع تاني على الباك بدل ما يمرر لبيدري في منطقه بين الخطوط ممتازه. بيدري قليل اصلا كان بيلعب بالخطوط امبارح، لكن برده كان بيضيع الكوره رودريجو في اكتر من مره. كان انا شفت ان هو كان ثغره في عمليه تدوير الكوره بسرعه. المكان ده ما ينفعش يعني، رجعوا الصوره يا جماعه اللي قبلها أو خلاص. بص هنا انا هنا لو رجعنا كده ارجع للقطه اللي قبلها هنا باو توريس بياخد باس جريء لرودريجو، هتلاقي المفروض رودريجو يسيب الكره تكمل وهو يروح، لا بيقوم راجع تاني. بص هيلف، بص يا كريم هيلف تاني بظهره ويعطل الهجمه، فتعطيل الهجمه الكتير ده. انت قلت التعبير صحيح، هو مش جريء، ما عنده، ما كانش فيه اي جرأه من اي نوع، ما كانش فيه جرأه فعلا. فعنده مشكله في النقطه دي، وبيدري وقع في الفخ ده معاه يعني راح معاه شويه. لكن في النهايه اتغير الامور شويه مع مين؟ مع تياجو الكانتارا. لكن عايزين نقول حاجه، ان انت اصلا بتلعب فريق مش عايز يلعب كوره، فريق ما خالص يعني. السويد لما فكرت تضغط ده برضه، لو بنتكلم على رودريجو برضه، السويد في يوم من الايام كده في لحظه من اللحظات النادره قررت تضغط عالي، فانت جات لك فرصتك ان انت تبدا تلعب هجمه سريعه تحاول تضرب بيها الدفاعات السوداء. كمل على طول كمل، هتلاقي الكره بتوصل لرودريجو بسرعه، هتوصل الكره لرودريجو. بفترض بدل ما هو يحاول يفكر ان هو يخلص الكره، يعني الكره فيها ممكن تتباص باص مخاطر، لاعب الكره في السماء. فكذا كوره رودريجو اضاعها في رايي، كان عنده مشاكل فيها. طبعا انا مش بقول انه رودريجو لعيب سيء، لكن هو في المباراه دي ما كانش موفق تمام، ما كانش مناسب للريتم اللي بيتلعب بالمباراه اللي هو محتاج يكون سريع. ما اكذبش عليك، انا استغربت اول المباراه غياب تياجو الكانتارا عن التشكيله، يعني انا كنت متصور انه هيبقى اساسي في التشكيله. ادوار تياجو الكانتارا التكتيكيه في الملعب مش طبيعيه، ولو انت اعتمدت بس على مستواه اللي كان ممكن يبقى قليل نسبيا مع ليفربول فكانت التشكيله كلها سيئه، لكن تياجو الكانتارا ما ينفعش في التشكيله دي ما يبقاش موجود. ما فيش كلام، انا عايز اقول لك ان تياجو واحنا كنا قاعدين في بيون تايم قبل كده كنت بقول ان هو لازم يكون موجود، احيانا كنت بقترح مكان بيدري لكن لازم يكون موجود، انا موافقك تمام. اللقطه دي عايز اوريك ازاي السويد مش عايز تلعب كوره. فورسبيرج الكوره يعني المفروض ده احرف لعيب في السويد، هجمه مرتده في كام لعيب من اسبانيا كتير جدا. بص ايه اللي هيحصل، هيقرر يعمل ايه؟ معاه اثنين اختيارات تمرير، بيباص لمين؟ ولا حاجه، بيشتت الكوره بس مش اكتر، مش اي حاجه. في الدقيقه كام؟ 82، هو مش عايز اصلا يهاجم ولا عايز يعمل حاجه. كل الموضوع ابعد الكوره عن اي امكانيه للخطوره، حتى لو الكوره دي انا اللي هعمل الخطوره بنفسي. فالسويد ما كانش عايز يلعب كوره، ننقل على طول للي بعده. مدرب السويد بعد المباراه قال لك هي دي الطريقه اللي لازم العب بيها في المباريات الكبيره عشان اعرف اجمع نقط. يعني في اوكي انا موافق، وكان ممكن يسجل عن طريق ازاي بالمناسبه، قناعاته وكان معجب يعني، هو في النهايه مش زعلان من النتيجه، قال لك انا عشان اوصل للنتيجه لازم العب بالطريقه دي مش العب بطريقه ثانيه. مفيش كلام طبعا، هي نتيجه ممتازه بالنسبه للسويد في النهايه. لكن لو رحنا بقى لتياجو الكانتارا، انا عايز اقول انه كره زي كده، بص وضعيه صعبه لمر، لكن تياجو الكانتارا بيعمل ايه؟
هو ده اللعيب اللي ممكن يديك حاجه مختلفه، السرعه والجرأه زي ما قلنا. دي هنا فيها سرعه شويه في ان انت تنقل اللعب، نقل اللعب كان قليل قوي. بص الكره دي راحت فين على طول، دقيقه جدا رغم ان هو كان في موقف. انا حاولت اجيب الكادر القريب ده عشان تفهم قدره تياجو، اللمسات البسيطه تفرق معايا لعيب. لما انت تنقل اللعب بسرعه بتدي مساحه للاعب كمل على طول، يقدر على طول اي لعيب بيتحرك زي بابلو سرابيا اللي ادى نشاط كبير جدا على الجبهه اليمنى تصنع خطوره. لما تغير اللعب بشكل سريع تصنع خطوره، لكن ده ما كانش موجود في اسبانيا في الشوط الاول تماما. وتقول في لقطه ثانيه برضه هتلاقي تياجو الكانتارا كمل على طول عينه ان هو بيدور على المساحه، برضه هيلعب كوره سريعه جدا. تغيير اللعب بيدي سرعه لمنتخب اسبانيا وبدا يخلخل شويه المنتخب السويدي. شفت هتلاقي جوردي البا بقى عنده مساحه ممكن يتحرك له فيها داني اولم او ده كان يارسابال بعد ما عارف تشكيله اسبانيا دي امبارح كان انا حاسس ان ناقصني فيها ايه؟ ناقصني فيها كريم بنزيما ولويس سواريز. يعني تحس انه الفرقه حلوه. أيوة صح. تشكيله حلوه، في كوره حلوه، بس ما فيش حد قدامي يشارك في البنى ده كله او حتى يعمل هجمه حلوه او يشتغل بانطلاقات زي ما انت قلت الجرأه دي. ما فيش مهاجم يعني مع كامل احترامي لمرافق جيرد. طبعا جيرد مورينو في الشوط الثاني يعني لما اشترك كان انشط شويه من مرافق، بس يعني لو انت بتشتري ان عندك راس حربة، انت مراته جات له فرصه في الشوط الاول، فرصه سهله جدا بضيع، انت ممكن تشيب فوق الحارس ممكن في الزاويه الربع. لا لا الموضوع كان كبير يعني، بس الواحد على مراته يعرف ان الحاجات دي بتضيع عادي من مراته. طبعا طبعا انت راجل مدريدي. يعني طبعا اسبانيا عندها بعض المشاكل في التشكيله محتاجه تتغير، لكن انا عايز اروح لبيدري بقى. بيدري اللاعب اللي هو كان في الشوط الاول عقيم جدا لغايه حتى الدقيقه 70 تقريبا كان سيء جدا، لما بدا يتحرك راح بقى ايه على فكره الجرأه مع بيدري. هنا العادي بيدري في العادي كان باصي هنا او يباصي لقلب دفاع، لكن هو هنا بدا يقرر ان هو ياخد قراره نفسه. مر عدى من اللاعب فاخلى مساحه لجوردي البا، جوردي البا صنع موقف خطير. بيدري بدا يتحرك بالطريقه دي، بدا يخلق خطوره عن طريق انه ياخد قرارات اسرع، طبعا قرارات اكثر جراه زي ما بقول لك. هو لاعب صغير فانا ممكن اعذره، لكن رودريجو ما كنتش اعذره بصراحه. هتلاقي اكتر من كره شخصيه بيدري بقى بتبدا تبان، كور خطيره مع العكس من الشوط الاول الكور دايما بيمر لاعب لجوردي البا اللي بيتحرك، طبعا اللي ساعده جوردي البا. طبعا جوردي البا لاعب، وده برضه اللي بكلمك عن التفسير ليه كان بيقرر يلعب على الجبهه اليمنى في الشوط الاول، هو يمكن بس عشان فورسبيرج، لكن اكتشف ان جوردي البا قادر ان هو يقدم لك الاضافه بشكل كويس. برضه نفس الموضوع بيمرر تمريره مهمه ليارسابال بشكل ممتاز في منطقه خطيره من الملعب رغم ان هو كان بينهم اثنين لعيبه، فده شيء كويس يحسب لبيدري انه اتحسن جدا في الشوط الثاني. هو الغريب برضه ان بيدري انت بتقول لي انه عشان هو لعيب صغير فمفهوم انه ليه مش جريء، بس انت بتلعب برشلونه يعني اللي هو الجرأه كلها. لا لا يعني انا مش بقول انه مش مفهوم ليه مش جريء في المباراه دي، لان في المباراه دي في في العادي جريء بس صغير، ما اقدرش ان انا اجي عليه قوي، ممكن خبرات أقل. لكن لو تلاحظ في الصور اللي لاحظناها ان الامور اتحسنت جدا لما كمان اشترك مع تياجو الكانتارا، بدا يتشجع ويحس انه مفيش داعي ان انا اي كره هتتخطف كان ايه اللي هيحصل يعني كده من الاخر يعني. هيعملها زي ما هيعملها زي فورس بيرشات الكوره كتير جدا حصل الموضوع ده. كوره برده اللي هي بدات عن بيدري وصلت عن سرابيا، طبعا سرابيا اتعاملها بشكل سيء بالمناسبه، اكتر من كوره تصدى ليه حارس السويد. صحيح مش كوره صعبه لكن كان فيها رعونه اكتر من مهاجم اسبانيا، زي ما انت قلت راس الحربه كانت مفتقده اسبانيا. راس حربه بيخلص مش راس حربه وخلاص، راس حربه فيه لعيبه بتلعب كوره كويسه. برضه في لعيب كان محبط اللي هو فيران توريس، برضه كان محبط جدا في المباراه جداً. الى حد كبير في رايي يعني. اسبانيا بشكل عام زي ما قلت لك لما امتلكت السرعه والجراه فعملت هجمات مثاليه دايما السرعه بقى. لو مشينا هنا على طول هتلاقي تغيير الملعب حتى في الشوط الاول. بس الحاجات دي كانت نادره، لكن دايما كان في مشاكل عند اسبانيا في التحركات في السرعه في اخلاء المساحات في التحرك بدون كوره، كان في حاجات كتيره ناقصه او على الاقل مش متكرره بشكل عام. عايز اسالك على حاجه ليها علاقه بحارس المرمى، عشان حارس المرمى كان غايب امبارح، ما كانش موجود حارس مرمى اسباني. غياب دخيا كان بالنسبه لك مفاجاه ولا كان متوقع؟ لا لا كان متوقع مستوى. لا كان متوقع. دخيا مستواه مش افضل شيء، وناي سيمون برضو مش حارس توب يعني، حارس اتلتيك الباو بس ثابت رجله في الملعب. دخيا ما كانش رجله في الملعب طول الموسم مع يونايتد، واضح ان في مشاكل كتيره. دي اللقطه دي بمناسبه الهجمات المثاليه كانت اسبانيا اكتر من مره رغم ان اطوال السويد الفارعه اكتر من مره تعمل خطوره بالكرات العرضيه. الكره دي اللي ضاعت من داني اولمو وتصدى لحارس السويد اكتر من مره اتكررت. كان المفترض ان اسبانيا لو بدات المباراه بشكل كويس تغيير الملعب كتير مساحات كرات العرضيه كانت ممكن تخلق خطوره على منتخب السويد. اسبانيا تمشي بشكل كويس في البطوله؟ كل حاجه رهينه باللي احنا اتكلمنا عليه اصلاح الاخطاء، لكن كمان ما ننساش ان اسبانيا لما تلاعب منتخب عنده عايز يلعب كوره ممكن تظهر اسبانيا بشكل افضل.
فممكن احنا ما تقدرش تقيسها 100% مباراة السويد، لكن بمباراة السويد وحتى مستوى منتخب اسبانيا بشكل عام واللعيبه اللي موجوده في ارض الملعب، لكن هم عندهم موهبه ممكن يوصلوهم. لكن في منتخبات اقوى منهم، يعني فرنسا اقوى، انجلترا اقوى، حتى ممكن اروح مع ان بلجيكا اقوى. انا شايف المانيا اقوى كمان، وممكن المانيا اقوى كمان وانجلترا اقوى. لا ما انجلترا انا بقول لك انجلترا خلاف. يمكن تاني اقوى منتخب في الوقت الحالي فرنسا. بعد فرنسا. طيب عندك حاجه تاني في الماتش ده؟ لا احنا كده تقريبا اتكلمنا. لو يعني عايز تتكلم عن مشاكل العالم الاول، دي في تفصيله كده ظريفه حبيت اشارك بيها الناس. مشاكل العالم الاول، مشاكل العالم الاول، مشاكل العالم الاول في الكوره. الناس تقول لك ايه؟ طب كويس. الناس بتقول لك ايه؟ انه يعني في تفاصيل لما هو الكوره بقى خلاص بقت عندهم شبه مثاليه، فبيبداوا يفكروا فيها. لاعب زي امريك لابورت، لاعب بيلعب بالشمال، هو قلب دفاع بس بيلعب بالشمال لانه اسبانيا ما عندهاش قلب دفاع تثق فيه، وده اللي هيخلي المدريديين يرجعوا لفكره ان ناتشو كان ممكن هو اللي يلعب كره زي كده. انت لو انت لا ارجع للقطه اللي قبلها من فضلك. هنا العادي لو هو قلب دفاع بيلعب برجله اليمين هيباصي بسهوله لمراد، بس بص هنا ممكن تبقى زاويه التمرير اصعب لان الكيرف بيلعب كره هنا. فالحاجات دي هما بيفكروا فيها. انا قريت مقال قبل كده في موقع دي اثليتيك، كان بيتكلم عن اهميه لعب قلب الدفاع الشمال برجله الشمال، لانه مثلا الباك لما بيستلم الكره الكيرف بتجيله الكره كده بدل ما تجيله الكره كده. وصلوا للتفكير في مشاكل عام اول كده. بقول لك ليه؟ لان الكره بياخد الكره ويروح بيها بدل ما يستلم ويحتاج لمسه اضافيه عشان يتحرك بيها. فالناس بقت تفكر في حاجات كتيره. ما اللي خلى اصلا بالمناسبه بيب جوارديولا تفتكر في بايرن ميونخ رجع ديفيد الابا كمدافع سنتر باك، وكان ليفت باك، خليه سنتر باك بسبب حاجه زي كده. بالمناسبه يعني عشان ااكد على طبعا لا في تفاصيل كتيره. في تفاصيل ممكن نقول ان احيانا بتكون فزلكه او ممكن نناقشها وندرسها كويس. لازم زي مثلا ليفربول معين مدرب رميات تماس، ازاي انه يستفيد من رميات تماس باكبر شكل ممكن. فدي مشاكل يعني بنتكلم عنها في وقت ثاني. عايز اسالك بقى النهارده على مباراه في منتهى القوه. طبعا النهارده البرتغال عندها مباراه مش سهله برده قدام المجر، بس اكيد المواجهه الثقيله قوي هي مواجهه فرنسا والمانيا. توقعاتك للتشكيل، توقعاتك ليه الفريقين النهارده شكل اللعب هيكون عامل ازاي؟ والله بص، هو فرنسا اقوى لكن المانيا بدات الى حد ما تقف على حيلها، بقت الامور افضل. لو حتى بصينا على التشكيل المتوقع للمنتخبين، فرنسا والمانيا، خلينا نبدا بالمانيا اللي هي ويال المفاجاه من فتره بقت تلعب بثلاثه في خط الظهر، وده شيء مش معتاد من المانيا تاريخيا، لكن ده فرصه عشان المانيا تستفيد من لاعب زي جوسنز، الظهير الجناح لنادي اتلانتا، لاعب مهم جدا. محدش عارف لغايه دلوقتي هل كيميتش هيلعب ظهير جناح ايمن ولا هو كلاعب رقم 6 يعني من افضل لاعبي العالم هيلعب في خط النص. لو في حاله ان كيميتش اشترك في خط النص اعتقد هيلعب مكان جوندوجان، وهيلعب ممكن جدا نشوف جينتر هو اللي بيلعب قلب يلعب ظهير جناح او كلاسترمان. كلاسترمان برضو يعتبر دفاع الى حد ما. فبشكل عام ده التشكيل المتوقع مع التبديل طبعا ما بين جنابري وهابرتس، بس مع ملاحظه شيء. المانيا مش بتلعب اجنحه متطرفه قوي على الخط، وخصوصا في اسلوب اللعب ده، لان عايزه تدي فرصه لجوسنس. لو جنابري هو على الجانب ده يعني عايز تدي فرصه لجوسنس يلعب على الخط كتير، فمش عايز حد يخنقه على الجانب الايمن والايسر. فانا اقدر اسمي الطريقه دي مش 3 4 3 قد ما هي 3 4 2 1، يعني بيلعبوا في العمق في البوكس دي اكتر من لعبهم على الطرف. في خلاف طبعا مولر ولا فيرنر، لكن انا اميل الى مولر. وده اعتقد التشكيله الاقرب لالمانيا، او في حاله برضو ان جينتر ممكن نبدله بين زولا. فرنسا الى حد كبير الموضوع مستقر. سواء ما تنزل تشكيل فرنسا تحس انك اتخضيت. طبعا يعني لا التشكيله نجوم مش طبيعيه، يعني سفاحين بصراحه. تشكيله فرنسا هتبدا بلوريس وبافار وفاران وكيمبيمبي ولوكاس هرنانديز، ده ما فيش اي خلاف عليهم. واحتماليه كبرى طبعا قصدي الاحتماليه المؤكده انهم يلعبوا برباعي. في بوجبا وكانتي ما فيش اي خلاف عليهم، في اختلاف ما بين توليسو ورابيو، واحد فيهم هو اللي هيلعب. تمام. والثلاثي الامامي جريزمان وبنزيما بعد عودته من الاصابه ومبابي، اعتقد ما فيش اي خلاف، ما فيش خلاف على الثلاثه، ده المتوقع. مين اللي يكسب؟ انا اميل ان فرنسا تكسب 1-0 او التعادل. فرنسا 1-0 لكن صعب المانيا تفوز على فرنسا. تعال نشوف الناس رايهم ايه على السوشيال ميديا، مين يكسب النهارده فرنسا ولا المانيا والنتيجه هتكون كام؟ تعال نبدا من عند ماشي بسام. مواجهه صعبه للغايه بمثابه نهائي مبكر بين ديوك فرنسا وماكينات المانيا، ولكن توقعاتي فوز المانيا 2-1. عبد الرحمن قال من وجهه نظري 2-0 فرنسا.
محمد حماده هتكون مواجهه قويه جدا، ولكن اتوقع فوز المنتخب الالماني 2-1. خالد قال فوز فرنسا 3-1. دي كانت اجابات حضراتكم على السوشيال ميديا، واحمد عطا قال فرنسا تكسب 1-0 او التعادل. احمد شرفتني ونورتني ربنا يخليك، كالعاده بتمتعني جدا، والنهارده كانت فعلا الحلقه او الفقره فيها حاجات عظيمه جدا، سواء في مباراه الامس او تشكيل فرنسا والمانيا. نسيده من زوج، بس ما عرفش توقعاتك انت بقى. توقعاتي فرنسا والمانيا المانيا هتكسب. المانيا شوف انا عايز عكس عكاس يعني. بالمناسبه لا، المناسبه انا عايز فرنسا تكسب، بس انا احساسي ان المانيا هتكسب النهارده. بتبشر على المانيا. اتوقع لسه مكملين مع حضراتكم اليورو وفقرات اليورو والمتعه بتاعت اليورو ومباريات اليورو كلها. مباريات ان شاء الله هتكون ممتعه لحضراتكم. كمان النهارده عندنا مباريات ممتعه في الدوري المصري الممتاز. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا بكل فقرات الحلقه النهارده. كانت حلقه دسمه جدا، فيها فقرات كتيره جدا، فيها ضيوف كتير جدا، نجوم ومحترمين جدا. اما انا فاشوفكم يا رب على الف خير.